بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير وفي كل بقعة من بقاع الدنيا، والاستوديو التحليلي لمباراة نهائي دوري السوبر لكرة السلة بين الأهلي والاتحاد السكندري. طبعا بالتأكيد نتيجة لقاء الطائرة وفوز فريق النادي الأهلي لكرة الطائرة بالبطولة الإفريقية على حساب الترجي التونسي، ثم بعد ذلك مباراة السوبر نهائي دوري السوبر بين الأهلي والاتحاد السكندري ما كانش فيه مساحة نقدر نطلع قبل بداية المباراة نتيجة طبعا الفوز والتتويج بالنسبة لفريق الطائرة. لكن لقاء النهائي دوري السوبر بين الأهلي والاتحاد السكندري يمكن حاليا بين الشوطين، يمكن الكوارتر الأول انتهى بالتعادل 14-14 والكوارتر الثاني تقدم الاتحاد السكندري 19-17، وبالتالي نتيجة الشوط الأول تقدم الاتحاد السكندري 33-31. في تفاصيل أكتر بخصوص هذه المباراة، لكن اسمحوا لي في البداية أرحب بنجوم الاستوديو التحليلي لنهائي دوري السوبر ما بين الأهلي والاتحاد السكندري، كابتن محمد السلعاوي نجم مصر ونجم النادي الأهلي، برحب بحضرتك. أهلا وسهلا بك. اهلا بيك كابتن امام عبد البديع نجم نادي الاتحاد السكندري، منورنا ومشرفنا. اهلا بيك، انتوا اللي منورين واحنا سعداء ان احنا موجودين معاكم، واهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. كابتن طاهر رجب نجم النادي الاهلي ومدرب النادي الاهلي السابق واحد نجوم كره السله في منتخب مصر، برحب بحضرتك. لا احنا اللي بنرحب بيك وبنرحب كمان بالتغطيه الجميله بتاعه القناه لكل العاب الصالات. اكيد. طيب وبرحب ايضا كمان بالكابتن عماد محمود نجم نادي الاتحاد السكندري ومنتخب مصر لكره السله، برحب بيكم منورنا ومشرفنا. اهلا بيك، ونتمنى ان شاء الله المباراه تكمل بشكل جميل، كسبان كسبان والخسران خسران، والروح الرياضيه تبقى هي اساس الموضوع ان شاء الله. اكيد طبعا. النهارده وجبه دسمه سواء للكره الطايره او كره السله، لكن طبعا عشان وقتنا ضيق عايز ابدا بتهنئه الكابتن محمود الخطيب لرجال طائره الاهلي ببطوله افريقيا للانديه. كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي حرص على تهنئه لاعبي فريق الاول للكره الطايره رجال وجهازهم الفني والاداري والطبي بعد التتويج ببطوله افريقيا للانديه على حساب الترجي التونسي الشقيق مساء اليوم. اشاد رئيس النادي بالاداء المتميز للاعبي الاهلي على مدار البطوله، خاصه المباراه الختاميه التي بذل فيها جميع عناصر الفريق جهودا كبيره واستحقوا اللقب عن جداره. وعبر الكابتن محمود الخطيب عن تقديره للروح العاليه للاعبين واصرارهم على الفوز واسعاد جماهيرهم الكبيره، مؤكدا انه كان على ثقه بان هؤلاء اللاعبين وجهازهم الفني لن يتاثروا بالتعثر غير المعتاد لمسيرتهم في البطولات المحليه، ولذا اجتمع مع منظومة الفريق بالكامل للتأكيد على دعمه وثقته في قدرتهم العالية على تجاوز هذا الموقف واستعادة مسيرة الانتصارات والبطولات، وهو ما حدث بالفعل في البطولة الإفريقية التي جرت منافستها على الأراضي التونسية. وأكد الكابتن الخطيب على أن هذا الفوز يحمل الجميع مسؤولية الاستمرار في بذل المزيد من الجهد وتقديم مستوى متميز وتحقيق أحسن النتائج في التحديات التي تنتظر الفريق خلال المرحلة المقبلة. تتويج فريق الطائرة والفوز بالبطولة الإفريقية والحصول على المركز الأول وكأس بطولة إفريقيا في الأراضي التونسية، نتابع هذا التتويج من خلال وجود الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة وهو بيتوج النادي الأهلي على هذا الانتصار الكبير بعد الفوز على الترجي بثلاثة أشواط مقابل شوط. في حاجات وأماكن ومعارف بيروحوا نسيانهم سهل، والفن في حبنا للأهلي نكبوا في نفسنا لو تلقاه. اسأل على الأهلي وبطولاته هيقول لك وسع للأرض، وكفاية على الأهلي إنه الأهلي نقطة ومن أول السطر. الأهلي كيان ومكان في القلب وعشرة عمر.
الفرحه حلوه والانتصار مهم، بالذات لما بتكون بتشتغل على هذه البطولات وعلى مدار موسم كامل، لكن في ظل لما يكون في لوائح محدده وفي نظام محدد تقدر تفوز في النهايه بالبطوله، انك تستحق انك تفوز بالبطوله الافريقيه، وده اكبر دليل ان الاهلي بالتاكيد في لعبه كره الطايره عنده انجازات طيبه سواء على الصعيد المحلي او على الصعيد الافريقي. لكن ندخل بقى في تفاصيل كره السله، والنهارده مباراه قويه جدا ومثيره ما بين الاهلي والاتحاد في نهائي دوري السوبر. طيب كابتن محمد السلعاوي، يمكن بنتكلم على نتيجه الشوط الاول، السكور قليل يعني السكور ضعيف شويه، هل ده نتيجه ان مباراه النهائي مفيش تعويض 33-31؟ تقييمك للكوارتر الاول والثاني. الاول الف مبروك للكره الطايره الفوز ببطوله افريقيا، مجهود عظيم وشرف يعني بالنسبه لمصر والنادي الاهلي. تاني حاجه نخش في المباراه دي مختلفه جدا عن المباراه عن الاربع مباريات السابقه. المباراه دي بيسودها التوتر والخوف والحرص الشديد على كل كوره. الشوط الاولاني انتهى 14-14، الشوط الثاني كان احسن من الاول شويه، استطاع الاتحاد ان يكسب الاهلي بفارق نقطتين، لكن هو الشوطين كانوا متكافئين في كل شيء. الاهلي والاتحاد كانوا متكافئين باسكت باسكت بونت بونت، فكان في كل شيء متكافئين. تمام. لكن هي المباراه مش هتظهر الا في الشوط الثالث والرابع. تمام. طيب كابتن ميشو، يمكن ملاحظاتك اللي انت شفتها على الكوارتر الاول والثاني. بص، البدايه يمكن زي ما قال الكابتن سلعاوي، هي في نوع من الحرص الشديد، والحرص الشديد ده بيظهر في حته حتى الكور والشوتينج. اغلبيه الشوتينج لو بصيت للفرقتين كم شوتينج كتير جدا في الثري بوينت والنسبه قليله جداً. والدليل ان هي طالعه على الشوط الاولاني 14-14. يمكن الفتره الثانيه اتحولت شويه، يمكن النادي الاهلي في بدايته بدا يعتمد برضه على الثري بوينت، يمكن في من البدايه كان مهيب نازل، يمكن حاطط اول كورتين ورا بعض، بدايه فيها نوع اسرع. ويمكن شفنا حاجه ثانيه يمكن في الكوارتر الثاني، تغيير نوع الديفنس من الفرقتين، يمكن الاول كانوا ماسكين، دلوقتي لا، الاهلي قلب للزون، الاتحاد قلب للزون، لكن كل السيناريو اللي حاصل مختلف عن الماتشات اللي قبل كده، وخصوصا يمكن في الكوارتر الاولاني. دايما احنا متعودين في الكوارتر الاولاني ان دايما الاتحاد هو اللي بيبقى ليد عشان وقتنا. طيب كابتن طاهر رجب، شايف الشوط الثالث والرابع ممكن النتيجه تختلف ويبقى فيه سكور اعلى؟ لا، انا اعتقد ان هي هتفضل ماشيه كده، هو باسكت باسكت بونت بونت. يعني او حتى لو فرق عن الاخرى هتفرق بالماكسيمم 5 بونت، يعني لما تكون 7 بونت، انما اعتقد ان هي هتمشي وتحسم في اخر ثواني الكوارترين الاخرانيين. طيب كابتن عماد، يعني شفت الكوارتر الاول والثاني والبدايه شايفينها 14-14، ثم الكوارتر الثاني الاتحاد فرق بباسكت، اصبحت النتيجه 19-17 وبالتالي 33-31. ايه المطلوب من كلا المدربين سواء في الاهلي او في الاتحاد؟ هي البدايه واضحه ان هي بدايه دفاعيه من كلا المدربين، بدليل ان كابتن مرعي في الاتحاد ابتدى بحاتم البحيري، لان حاتم البحيري بيتميز بالدفاع اكتر. مستر اوجستي حاول يلعب بالديفنس اللي هو بيتميز بيه، اللي هو زون ديفنس على الاتحاد، لكن الاتحاد نجح في انه يتعامل معاه، بالتالي الاهلي رجع يلعب الدفاع اللي هو رجل لرجل. الاتحاد من اول الجيم بيلعب دفاع رجل لرجل ضاغط، عشان دي الوسيله اللي هو نجح بيها الجيم اللي فات، لكن الاهلي المره دي اكتر تعامل بجديه والتزام اكتر في الاداء الخططي. يعني الماتش طبعا مش معنى ان الاتحاد كسبان باسكت ان في فرق، لا، القوتين متساويتين. اللي هيكسب في الاخر اللي عنده رصيد من الخبرات، واللي عنده رصيد من القوة الدفاعية والتشكيلات الدفاعية، وتوفيق طبعا ربنا، واخر حاجة الاجهاد في اللعيبة المفاتيح في الاهلي وفي الاتحاد. انا في الاهلي شايف ان عمرو الجندي لو وصل للاخر بمستوى عالي هيكون كيل الاهلي، اسماعيل احمد لو وصل هيبقى كيل الاتحاد. طيب سريعا بسرعه، يمكن عشان وقتنا ضيق وهيبقى فيه بقى مساحه وقت اكتر بعد الشوط الثالث والرابع او بعد الشوط الثاني من نهايه المباراه، ونتكلم باستفاضه اكتر بخصوص مباراه اليوم في نهايه دوري السوبر، ويمكن البيست 5 في النهارده المباراه الخامسه، وان شاء الله باذن الله نشوف مستوى افضل في الشوط الثالث والرابع، ما يكونش فيه تحفظ من كلا الفريقين، وفي النهايه بالتاكيد بنتمنى يكون فيه توفيق لفريق النادي الاهلي. الفرحه حلوه والانتصار جميل والسعاده على وجوه الجميع في
صاله دكتور حسن مصطفى. يمكن النهارده يمكن دي ابرز حاجه. النهارده بنتكلم في مكاسب، بنتكلم في فرحه، بنتكلم في انتصار سواء لكره السله دور السوبر، كره الطايره النهارده بطوله افريقيا في تونس على حساب الترجي، سوبر افريقيا لكره اليد منذ ايام قليله. بنعيش ايام جميله جدا، وباذن الله ربنا يكللها هذه الايام بالنجاح والبطولات ان شاء الله. وفي نهايه هذا الشهر يكون دوري ابطال افريقيا لفريق الكوره باذن الله في المغرب خلال الفتره اللي جايه. يوم جميل جدا، ويوم كله سعاده وفرحه لكل جماهير النادي الاهلي في كل مكان، وبالتاكيد فرحه الانتصار النهارده كمان مش بدوري السوبر بس لكره السله. فرحه الانتصار النهارده ان جمهور الاهلي لما بيفرح بالبطوله فرحته بالبطوله هي في حد ذاتها بطوله. فرحته بالبطوله هي في حد ذاتها بطوله، لان انت دايما معود جمهورك على الفوز بالبطولات، ولو رجعت في بطوله ولا اتنين للمركز الثاني على طول بتشتغل عشان ترجع للمركز الاول. طيب النهارده بالتاكيد الانتصار والفرحه هتبقى موجوده في صاله الدكتور حسن مصطفى، لذلك اذهب مباشره الى زميلي العزيز فاروق صلاح مراسل قناه الاهلي ونشوف فرحه وانتصار اللاعبين والجهاز الفني ومجلس الاداره بهذا الانتصار والفوز بدوري السوبر. من جديد بجد التحيه بكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، عشان نوصل لمنصات التتويج ونحقق خمس بطولات كان ورا لعيبه النادي الاهلي قبل جمهور النادي الاهلي وجود جمهور النادي الاهلي. طبعا مجلس اداره النادي الاهلي علي الوزير العمري فاروق والمهندس خالد مرتجي، مليون مبروك، الفرحه حلوه، الثقه اللي كانت موجوده في اللاعبين النهارده الصوره بتغني عن اي كلام. الحمد لله، والف الف مبروك لجماهير النادي الاهلي والاعضاء النادي الاهلي والمجلس اداره النادي الاهلي ولينا جميعا، وان شاء الله يبقى في مزيد من البطولات ان شاء الله لكل الفرق. مبروك للطايره، مبروك للباسكت، ان شاء الله الكره قريب والهاندبول، ان شاء الله ربنا يكرم كده، ان شاء الله ويبقى موسم دايما متميز يا رب. بعد المباراه الاخيره كان عندكم ثقه في اللاعبين، استمدتوا الثقه ووجود جمهور النادي الاهلي اللي النهارده بيفرح ببطوله الطائره والنهارده خامس بطوله لفريق كره السله، كان عندكم ثقه في اللعيبه؟ الفانيلا الحمراء، الفانيلا الحمراء ليها قوتها وليها بارقها، ولوجو النادي الاهلي على الصدر حاجه كبيره وحاجه تقيله. الحمد لله، مبروك لاعبين رجاله على كل المستويات، والف الف مبروك جهاز فني ولاعبين وكلهم يا رب. مهندس خالد مرتجي النهارده واحد من جمهور النادي الاهلي، اتربى في بيت اهلاوي، النهارده واحد من الجمهور قبل ما يكون امين صندوق مجلس اداره النادي الاهلي. اكيد المكافآت بقى. مهندس النهارده فرحه كبيره جدا، اعتقد النهارده بتوفوا الوعد اللي وعدتوه لجمهور النادي الاهلي. بص لعيبه رجاله، جهاز فني على اعلى مستوى، يعني الحقيقه زي ما انت قلت الاداره موفره كل حاجه للفرقه، الفرقه تستاهل، واللي يستاهل اكتر من كل دول جمهور النادي الاهلي. فربنا كرمنا النهارده بالطايره، وربنا كرمنا بالسله، باذن الله تعالى ربنا يكرمنا بالهاندبول، وباذن الله تعالى ربنا قبل كده كرمنا بسوبر الهاندبول الافريقي، وان شاء الله باذن الله يعني اللي جاي احسن، وربنا يكرمنا في كوره ان شاء الله. النادي الاهلي دايما بيدي رسائل، والرساله اللي شفناها النهارده ان الكابتن رؤوف عبد القادر موجود بجنب الكابتن خالد العوضي، هي دي الروح اللي زرعتوها داخل جدران او حافظتوا عليها داخل جدران البيت الاهلاوي. احنا طول عمرنا اتربينا ان اجيال بتسلم اجيال، الكابتن رؤوف له دور كبير قوي في الانتصارات دي، خالد العوضي بيكمل هذا المشوار، وباذن الله ربنا يوفقك. خالد العوضي من المكاسب الكبيره اللي النادي الاهلي اكتسبها، ابن من ابناء النادي الاهلي من المخلصين، بيشتغل ليل نهار، وباذن الله تعالى ربنا يكرمنا برضه عشان نسعد جمهورنا، ويبقى دايما الاهلي هو اللي بيسعد جماهيره العربيه والمصريه والجمهور المصري بصفه عامه والاهلاوي بصفه خاصه. نشكرك يا باشمهندس، وان شاء الله الفرحه تكمل بالكوره، انت عارف جماهير النادي الاهلي مستنيه البطوله الافريقيه. يا رب ان شاء الله ربنا هيكرمنا باذن الله. شكرا يا باشمهندس. اعزائي المشاهدين ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، زي ما قلنا خلف لعيبه النادي الاهلي وجود جمهور النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي، اعتقد الرساله مهمه، الفرحه حلوه، مليون مبروك من جديد، تعود الكلمه للزملاء في الاستوديو. شكرا ليك يا فاروق. يمكن عايز اخد مساحه يمكن اقول لضيوف يعني الف مبروك ونحلل المباراه، لكن زي ما انتم شايفين الفرحه والانتصار وكواليس يعني الفوز الاهلي بدوري السوبر في صاله الدكتور حسن مصطفى، زي ما انتم شايفين لحظات جميله جدا ما ينفعش يعني نسيب ثانيه واحده منها. وبالمناسبه يمكن النهارده اروح لفاروق، فاروق جاهز تاني بلقاء تاني. طيب اتفضل يا فاروق. من جديد بجدد التحيه بكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، زي ما قلنا ورا لعيبه النادي الاهلي عشان يقفوا على منصات التتويج، مجلس اداره ما ادخرش اي مجهود ولا وقت يعني في سبيل ان هو يسعد جمهور النادي الاهلي، بيوفوا بعدهم عوده النادي الاهلي في كره السله لمنصات التتويج. دكتور محمد شوقي استاذ محمد الغزاوي اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي، دكتور محمد برحب بحضرتك، والنهارده فرحه حلوه، فرحه مجلس اداره النادي الاهلي، فرحه اللعيبه، فرحه الجمهور اللي انتوا دايما بتدوروا عليه.
الحمد لله ربنا يديم فضله. النهارده انجاز رائع لفريق السله، وان شاء الله من تفوق الى تفوق وتقدم اكتر ان شاء الله. عايز ارجع بقى لحضرتك باحد البعثات مع فريق كره القدم، لان النادي الاهلي دايما بيضرب رساله. حضرتك موجود، الاستاذ طارق قنديل، كابتن حسام غالي بيقدمه، الدكتور محمد شوقي بتكلم حضرتك، بتقدم الاستاذ محمد الغزاوي، كابتن رفعت عبد القادر النهارده موجود، بتوصلوا رسائل كتير جدا. النادي الاهلي اجيال بتسلم بعض، والنادي الاهلي دايما مقامه غالي عندنا كلنا. هو ده النادي الاهلي، كلنا في حب النادي الاهلي، ما بندخرش اي لا وقت ولا جهد ولا اي شيء، وسنظل ان شاء الله كله بيسلم اللي بعديه، وهي دي مثل النادي الاهلي وقيمه اللي هتظل ان شاء الله طول العمر. استاذ محمد الغزاوي اللي دايما عارف من اقرب المحبين لحضرتك. العزيز اذا كان من المقربين هو من المقربين جدا لقلبي، وطول عمرنا اخوه واصدقاء، بس هو اخ صغير شويه وجميل ولا يدخر برضو اي شيء للنادي الاهلي، وقته وفكره وطول الوقت مع النادي، ربنا يحفظه. بشكر حضرتك يا دكتور بالتوفيق دايما. ربنا يخليك. استاذ محمد الغزاوي، لما تيجي تقدم تقول واحد من جمهور النادي الاهلي، انه واحد من العاشقين المحبين للنادي الاهلي، قبل ما يرتبط بالنادي الاهلي في منصب او في عضو مجلس اداره، واحد من جمهور النادي الاهلي. استاذ محمد برحب بحضرتك، وافضل مقوله جمهور النادي الاهلي، واحد من جمهور النادي الاهلي. انا بقى سعيد ان انا واحد من جمهور النادي الاهلي، فخر ليا ان انا اكون احد جمهور النادي الاهلي قبل ما ابقى عضو مجلس اداره. احنا اتربينا في حب النادي، اتربينا على ان النادي الاهلي هو اسره واحده، مجلس اداره، اداريين، لاعبين، جمهور، كلنا اسره واحده. زي ما حضرتك تفضلت وقلت، والدكتور محمد شوقي كان بيقول، الدكتور طه محمد شوقي بالنسبه لي هو اخ وعزيز جدا بالنسبه لي وقريب جدا لقلبي، ومن قبل مجلس اداره من زمان. زي ما حضرتك تفضلت وقلت، احنا اجيال بتسلم اجيال، وكلنا بنفخر بوجودنا مع بعض، كلنا سعداء بوجودنا مع بعض. التنافس اللي ما بيننا هو تنافس ان احنا ازاي كلنا نقدر نخدم النادي الاهلي، بنحب بعض الحمد لله رب العالمين، وده باين على الفرقه وباين في النتائج. وبحب ابارك لجمهور النادي الاهلي، وابارك للاعيبه النادي الاهلي، الجهاز الفني والاداري وزمايلي، ويعني انجاز كبير جدا لفريق الباسكت النهارده، وان شاء الله باذن الله ده بيدينا امل في مزيد القادم ان شاء الله. جيل كلهم لسه لعيبه فيهم صغيرين ولعيبه كبار، وكلهم بيكملوا بعض، وان شاء الله باذن الله جمهور النادي الاهلي يفضل يفرح بفرقه الباسكت بتاعته مع جميع الالعاب الثانيه. والنهارده كمان ببارك للطايره، كسبنا بطوله افريقيا وسوبر كره اليد من كام يوم، ان شاء الله باذن الله بطوله افريقيا، فان شاء الله مزيد من الانجازات جاي نفرح بيه جمهور الاهلي. عايز اروح لحضرتك نقطه في غايه الاهميه، هزيمه في المباراه الاخيره والاداء ما كانش على الصوره المطلوبه، النهارده بتوصلوا رساله ان كلكم موجودين، النهارده عندكم ثقه في اللاعبين، اللعيبه النهارده اداء مختلف، وجود مجلس الاداره بتقولوا اللعيبه احنا في ظهركم. كابتن محمود الخطيب في اجتماعه مع فريق الطايره قبل السفر قال لهم وقت الانتصار تواضع، وقت الخساره اوعى تنكسر. ده حقيقي، احنا النهارده كلنا كنا موجودين بندعم الفرقه، بنقول لهم كلنا ثقه فيكم، كلنا متاكدين ان انتوا تقدروا، عندنا ثقه ان انتوا تقدروا تكسبوا البطوله ان شاء الله. كابتن خطيب قال لهم جمله مهمه قوي، قال لهم البطل لما بيخسر بيرجع يقف بسرعه، وهو ده اللي حصل النهارده، ان احنا خسرنا الماتش اللي فات ورجعنا وقفنا بسرعه على رجلينا، الفرقه وقفت بسرعه على رجليها، كلنا تضافرنا مع بعض الحمد لله رب العالمين. ببارك لهم، هم رجاله ويستاهلوا. بشكر حضرتك يا استاذ محمد والتوفيق في البطوله الجايه باذن الله. انا اللي بشكرك جدا، وبشكر جمهور النادي الاهلي. اعزائي مشاهدينا ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي، مجلس اداره بروح الفانيلا الحمراء، عاشق للنادي الاهلي، لامس نبض جمهور النادي الاهلي، هي دي المعاني اللي بنتوارثها جيل بعد جيل. مليون مبروك لكل جماهير النادي الاهلي، عوده الدرع الى احضان الجزيره الجديده، تعود الكلمه للزملاء في الاستوديو. مليون مبروك الفوز بدرع الدوري ودرع السوبر لكره السله، دوري سوبر بالتاكيد للنادي الاهلي، وزي ما انتم شايفين قدامنا على الشاشه الصوره الجماعيه لكل لاعبي وجهاز الفني للنادي الاهلي لرجال كره السله، الفوز بدوري السوبر مع بالتاكيد النشاط الرياضي ومدير النشاط الرياضي الحالي كابتن خالد العوضي، وفي وجود ايضا الكابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي السابق، ومجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب، المدير الفني الاسباني اوجستي بوش، يمكن عامل انجاز طيب جدا، مدرب يمكن عامل نتائج مميزه وظاهر بشكل جيد جدا، واعتقد هيبقى اضافه قويه جدا لكره السله المصريه في السنوات القادمه، خاصه لما بيتولى تدريب النادي الاهلي، النادي الاهلي في جميع المجالات بيكون له تاثير ايجابي اكتر بقى على المنتخبات الوطنيه. فرصه عظيمه بقى دلوقتي اتجه الى ضيوفي وبارك لهم على هذه المباراه، وبالتاكيد كابتن محمد السلعاوي نجم النادي الاهلي وكابتن منتخب مصر، يمكن الف مبروك
عودة درع السلة من جديد لقلعة البطولات في النادي الأهلي. ألف مبروك للاعيبة النادي الأهلي ولمجلس إدارة النادي الأهلي والجهاز الفني، وأعتقد البطولة كانت غايبة بقى أكتر من 6 سنين، والحمد لله إن هي رجعت، ويوم سعيد للنادي الأهلي النهاردة وجهازه الفني. ده بالنسبه للمباركه. نتكلم في النواحي الفنيه ولا لا؟ لسه عندنا بقى نتكلم في النواحي الفنيه وكل حاجه، بس انتوا يعني في لقاءات مهمه جدا من ملعب المباراه. اذهب من جديد ولكن الى الزميله العزيزه هنا ابو القاسم، وفي لقاء مهم جدا مع المدير الفني للنادي الاهلي. مرحب بيك يا محمد من جديد وبكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. رجال كره السله بطل دوري السوبر لهذا الموسم، مباراه كبيره جدا. طبعا حابه ابارك لكل جماهير النادي الاهلي، يعني كلنا طبعا سعداء والنهارده يوم اهلاوي خالص. ومعي في هذه اللحظات طبعا احد نجوم المباراه، يعني طبعا مستر اوجاستي باش المدير الفني للفريق. First of all, congratulations for the great performance today and the championship. Thank you very much. Very happy for the players. We did a very good job. Of course, it was a very hard match. You are playing against Al Ittihad, which is one of the greatest competitors for Al Ahli. How did you prepare for this match? Well, we know, like every game against Ittihad, it was going to be tough. This is the 11th time we play against them in the season, and it was 5-5 before, and all of them were close, competitive. We know it was going to be tough. The good thing is that the players believe after a bad game, bad performance in the fourth game, they found the spirit and the energy to come back today and play like they did. It's amazing. All my congratulations go to my players and my staff, because also the medical staff did a great job. We had so many injuries we didn't mention, and they did a good job to have everybody healthy. So I'm very happy for all of them. يعني طبعا يا محمد انا كنت بساله عن ان مباراه اليوم اكيد مباراه صعبه، الاتحاد من احد اكبر الناس اللي بتنافس طبعا النادي الاهلي في كره السله، فازاي حضر لمباراه اليوم؟ الحقيقه ان هو قال لي ان هم كانوا عارفين ان الماتش اكيد هيكون صعب، يعني دي المره ال11 اللي يواجهوا الاتحاد فيها الموسم ده، كان طبعا بيحصل تعادلات كتير، يعني يمكن 5 مباريات لخمس مباريات للاتحاد ضد الاهلي، لكن روح النادي الاهلي واصرار اللاعبين هي اللي قادتهم للفوز اليوم طبعا والتتويج بالبطوله. مستر اوجاستي، يو هاف a very big fan base now in Egypt, especially Al Ahli fans, of course. What message do you want to send to all of Al Ahli fans? Of course, I want to thank their support. I have to say, I cannot keep it for me. I have to say that there is a big fan base that support us, support the players, support the team. But I know I don't follow too much social media because of the language barrier, of course. But I know there is so much criticism of our players. They cannot perform every day well. The 12 players cannot perform well at the same time. So I think that our players deserve a little bit more respect. And sometimes we didn't feel it from outside. From most of our fan base, yes, and we love them. And we feel it on the streets. We feel it on the social media. But what can I say? I'm very pleased and grateful to come to Ahli and make this historical season. Thank you so much and congratulations once again. Thank you very much. يعني طبعا يا محمد في اخر سؤال انا قلت له ان بقى عنده قاعده جماهيريه كبيره جدا في مصر، خصوصا طبعا جماهير النادي الاهلي، فايه الرساله اللي يحب يوجهها لهم خصوصا طبعا بعد الفوز بالبطوله اليوم؟ الحقيقه ان هو قال لي انه ممتن جدا لوجود كل الجماهير دي، وطبعا هو حاسس جدا ان في ناس كتير بتشجعه وبتدعمه، وده طبعا بيلاقيه عن طريق لما بينزل الشارع وكل التعليقات، لكن هو برده الحقيقه ذكر انه بيبقى فيه بعض الانتقادات للاعبين، وهو متفاهم حاجه زي كده، لكن برده هو حابب يقول لهم ان يدعموه في كل الاوقات حتى لو بيبقى فيه بعض الاخطاء، لان طبعا يعني هي دي الكوره او كره السله او اي رياضه بيبقى فيها بعض الاخطاء. طبعا في الاخر هنيته، يعني لسه مستمرين معاكم كل جماهير النادي الاهلي في مزيد من اللقاءات طبعا هنا من داخل صاله دكتور حسن مصطفى، والان العوده ليك مره اخرى يا محمد في الاستوديو. شكرا يا هنا، ولقاء مهم جدا وكلام وتصريحات مهمه جدا من اوجاستي باش المدرب الاسباني لفريق النادي الاهلي. طيب كابتن طاهر رجب، الف مليون مبروك عوده درع السله من جديد لقلعه البطولات في مقر الاهلي في الجزيره. الله يبارك فيك، والف الف يعني انا الاول بقول هارد لك لنادي الاتحاد، وهو كان منافس شريف وكان ليه برضك يعني ماتشات وصولات وجولات، ولا يمكن حد يقدر ينسى نادي الاتحاد السكندري واسكندريه في كره السله. والف مبروك طبعا للنادي الاهلي لانه عمل انجاز غير مسبوق السنه دي،
بفوزه بخمس بطولات متتاليه. ويمكن انا اتكلمت في الفنيات بتاعت الباسكت وقلت ان المساله هتحسم لانها كان ماشي في الاول بونت بونت ومش هتزيد عن خمسه بتاع، بس الموضوع في الكوارتر الثالث هو كلمه السر. كلمه السر في النادي الاهلي الكوارتر الثالث. انا اللي قال لي الكوارتر الثالث كلمه السر هو الكابتن عماد محمود نجم نادي الاتحاد السكندري، هو اللي قال لي واحنا بنتفرج على المباراه لو الكوارتر الثالث عدى على خير يبقى لسه الماتش ما بين الفرقتين، لكن كلمه السر كانت في الكوارتر الثالث وفعلا حدث الفارق في هذا الا الكوارتر. اكثر المتفائلين لا يمكن يقول ان تبقى الكوارتر الثالث فرق 15 بونت، يعني كان 29 14 اكيد للاتحاد. طيب ماشي، اروح بقى للكابتن ميشو. يمكن هارد لك فريق الاتحاد السكندري قلعه الصغر الرياضيه عملت انجاز طيب جدا في المباريات الخمس مع النادي الاهلي. النهارده المباراه كمان كانت مباراه كبيره لفريق الاتحاد، هارد لك، لكن بجد الاتحاد السكندري قلعه من القلاع الرياضه في مصر وتحديدا كمان في لعبه كره السله، نتمنى الافضل ليها يا رب في السنوات القادمه. اولا مبروك للنادي الاهلي، يستحق البطوله. لازم يكونوا عندنا زي ما بقول الروح الرياضيه. الاتحاد كسب نقول له، نقول للاهلي هارد لك، نقول للاتحاد مبروك، الاهلي كسب يبقى الف الف مبروك. يمكن احنا اتفرجنا يمكن على الجيم، انا النهارده شفت جيمين، انا ما شفتش جيم واحد، النهارده شفت جيمين، يمكن الكوارتر الاول والثاني ده جيم، والثالث والرابع ده جيم ثاني خالص، ماتش ثاني خالص، جيم ثاني خالص. يعني حتى بالارقام دي حاجه ما حدش كان يتوقع، سيناريو غير متوقع في الفتره الثالثه والرابعه بالفاينل. يعني طبعا بالارقام زي ما احنا كنا متفقين ان هي الباسكت بول لعبه ارقام، هي كلها لعبه ارقام، بالارقام سيناريو غير متوقع تماما. يمكن على الكلام يمكن اللي كنت بتقوله كابتن طاهر، حته الكوارتر الثالث انا ما كنتش يعني متفاجئ، وكنت عارف ان ممكن ده يحصل لسبب واحد بسيط. الخمس جيمات اول جيم في الكوارتر، انا بتكلم على الكوارتر الثالث، اول كوارتر 15 7 للنادي الاهلي، ثاني جيم 26 16 للنادي الاهلي، ثالث جيم 16 9 للنادي الاهلي، رابع جيم اللي هو كان اقلهم هو الجيم بتاع امبارح 18 16. يعني حتى الوقت اللي كنا ماشيين فيه والاتحاد كان كسبان الجيم وشفت يمكن فتح ل 20 بونت والكلام ده، فكل ده اربع جيمات. طب النهارده لا، متوقع ان الجيم طبعا النهارده اكبر فتره الاسكور في الاربع جيمات، اللي هو جيم النهارده اللي هو 29 النهارده. لسه عندنا فنيات كتير هنتكلم فيها، لكن كابتن عماد محمود عايز اقول يا جماعه، كابتن عماد محمود بكل روح رياضيه قال لي الكوارتر الثالث ده هو اللي هيفرق، والنادي الاهلي عودنا في الفتره الاخيره بيفوز دايما بالكوارتر الثالث، مساحه المسافه ما بين السكور في الكوارتر الثالث هو اللي هيفرق في نتيجه المباراه، وبالفعل ده اللي حصل. كابتن عماد هارد لك، واداء جيد للاتحاد أكيد. ونتمنى التوفيق والافضل خلال السنوات القادمه. اكيد طبعا، الف مبروك النادي الاهلي، منظومه كبيره محترمه في كل الالعاب. الباسكت كان من الألعاب اللي هي مش عاملة تاريخ كبير، لكن ابتدى تحط تاريخ كبير، اهتمام مدرب على أعلى مستوى أوجستي. أنا بصراحة شايف أنه هو من أهم عناصر المكسب أوجستي بوش. مجلس إدارة النادي الأهلي واضح اهتمامه الكبير بألعاب الصالات. مبروك لكل فرد في النادي الأهلي. أنا بقى عايز أخش في الحتة بتاعت برضه، انا مش هتكلم على فنيات، بلاش سلخ الذات في اسكندريه وجمهور نادي الاتحاد. خلي عندك تقدير وثقه في فرقتك. الحمد لله فرقتك عملت ماتش كبير جدا، خمس ماتشات على مستوى عالي، يمكن باستثناء الكوارتر الثالث اللي هو بتاع ماتش النهارده. بلاش سلخ الذات عشان ما يبقاش فيه دروب او انهيار كبير، يعني الاتحاد يفضل يحافظ. انا في رساله عايز اوصلها للحاج محمد مسلحي، هو كان دايما بيوصفني ان انا متوازن في انفعالاتي، لا بفرح قوي في المكسب ولا بزعل قوي في الخساره. انا بطلب منه نفس الحكايه دي، فكر في اللي جاي احسن ما تفكر في خساره، وعندك قوام في لعيبه صغيره، قوام تقدر تبني عليه. في حته بتمناها في نادي الاتحاد ترجع، كانت موجوده زمان وكانت سر من اسرار نادي الاتحاد، كان على مقدمه كره السله، ان كان في منصب اسمه
مشرف كرة السلة كان بيقوم به الله يرحمه الكابتن تريبس. أنا في وجهة نظري لازم المنصب ده يرجع تاني، وده كان بيدي إضافة وقوة لنادي الاتحاد طبعا بالإضافة لحاجات كتير بالعقل وبالاتزان. وبتمنى من جمهور اسكندرية ما يزعلش، فريقك فريق قوي، فريقك نافس بشرف لآخر لحظة وذهب الدرع لمن يستحق النادي الأهلي، لكن نادي الاتحاد نافس بشرف. شكرا لك كابتن عماد. طيب زي ما انتم شايفين قدامنا دي لحظات بالتاكيد ده تتويج الاهلي وحصول فريق الاتحاد السكندري على المركز الثاني، وبالطبع لحظات بتبقى مهمه جدا في حياه اي لاعب. اذهب مباشره الى فاروق صلاح مراسل قناه الاهلي وعنده لقاءات اخرى من صاله الدكتور حسن مصطفى. من جديد بجد التحيه بالزميل العزيز محمد سعيد. مليون مبروك يا محمد، مليون مبروك لكل جماهير النادي الاهلي، مليون مبروك لمجلس اداره النادي الاهلي بقياده الكابتن محمود الخطيب رجل المواعيد الكبرى ورجل المباريات الكبرى، ايهاب امين نجم المباراه وواحد من نجوم واساطير النادي الاهلي. كابتن ايهاب دموعك غاليه علينا، والله دموعك غاليه علينا، عايز تقول ايه النهارده؟ لان الفرحه والدموع اللي في عينك بتغني عن اي كلام النهارده يا كابتن ايهاب. الحمد لله على المكسب، اول السيزون كلنا بنحلم باليوم اللي احنا نكسب في الدوري، ده هدفنا الوحيد. كنا مضغوطين قوي 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 كلنا، الماتش اللي فات اثرنا جامد، كنا مركزين الماتش ده ما يضيعش مننا. الحمد لله الحمد لله الدوري اهلاوي. انت قريب من الجمهور، الجمهور بيحبك وبيثق فيك، ودموعك دي مش من فراغ، عايز تقول ايه النهارده وانت شايف الفرحه والدرع بيعود بعد غياب 6 سنين للمره الثانيه للجزيره؟ طبعا بشكر جماهير النادي الاهلي العظيمه اللي كانت ورانا في الفتره الاخيره. يمكن جمهور اي نادي تاني ممكن بعد اللي احنا عملناه الماتش اللي فات ينتقدنا، لكن هم كانوا في ظهرنا ووقفوا ورانا، والحمد لله فرحناهم النهارده وكملنا الموسم التاريخي. كلمه للكابتن محمود الخطيب اللي وثق فيك وعامل، وادي الكابتن احمد الجرحي. يا كابتن احمد فرحه كبيره زي ما حضراتكم شايفين، الكابتن احمد الجرحي واحد من المدربين اللي عارف يعني ايه شغف وطموحات جماهير النادي الاهلي. قلت كلمه كبيره قوي، احنا ياما زعلنا جمهور النادي الاهلي لكن النهارده جه اليوم ان احنا نفرحهم. الحمد لله يا رب، الحمد لله الحمد لله رب العالمين. النهارده الجمهور مبسوط، احنا كنا من اول الموسم دي البطوله اللي احنا بنلعب عليها. الحمد لله كان علينا ضغط جامد وكنا لاخر ثانيه حاسين ان ممكن تعبنا كله يروح، لكن اتعهدنا النهارده ان احنا هنرجع بالدرع والحمد لله رجعنا بيه. بنشكر نادي الاتحاد وفرقته، انك تكسب نادي الاتحاد على راسه الحاج محمد مصلحي مدير فني كابتن مرعي اسماعيل بيلعب في الملعب، يبقى يعني ده انجاز كبير ان انت تكسبه في كل الماتشات اللي اتحدد البطوله. ايهاب امين عايز تقول له ايه النهارده؟ لا بوبو يعني نجم فوق العاده النهارده، وهو عودني ان هو رجل المواقف الصعبه، والحمد لله رب العالمين كل يوم بيثبت ان هو من انجح صفقات النادي الاهلي يمكن على تاريخه، ويعني ببارك له مباركه شخصيه. والحمد لله لسه احنا دي بدايه ان شاء الله، لسه افريقيا ولسه ان شاء الله الدوري كذا سنه. النادي الاهلي تاريخه لازم يليق باسم النادي الاهلي. هكمل معاك يا كابتن احمد، عايز اخد كلمه اخيره من الكابتن ايهاب لست الكل اللي دايما وراك في كل الملاعب، وانا عارف ما سابتكش في اي بطوله، تقول لي ايه النهارده؟ طبعا ست الكل هذه. ايوه بابا اهو العبوا العبوا. طيب حضراتكم شايفين فرح الجمهور النادي الاهلي ولاعيب النادي الاهلي. كابتن احمد الجرحي، كابتن احمد كلام كتير لمجلس اداره النادي الاهلي والكابتن محمود الخطيب. تعتقد النهارده بتاخد بطوله من نادي الاتحاد، 5 بطولات موسم كامل النهارده، عايز تقول للكابتن الخطيب ومجلس اداره النادي الاهلي؟ لا عايز اشكرهم جدا طبعا ان هم ما بخلوش عننا باي حاجه، عايز اشكرهم ان هم اي حاجه الفرقه توفرت. عايز اشكر اداره النشاط الرياضي كابتن رؤوف عبد القادر اللي متواجد النهارده رغم ان كابتن خالد العودي ده النادي الاهلي. وجود كابتن رؤوف في الملعب النهارده بيقول لك النادي الاهلي يعني ايه. كابتن خالد العودي هو مدير النشاط، كابتن رؤوف جاي لانه ليه جزء كبير من بنى الفرقه دي معانا، كابتن اشرف توفيق، كابتن سيد مصطفى، كل الناس اللي اشتغلت على مدار ال3 سنين بنحييهم النهارده. ده مجهود كل الناس، ده مجهود كل الناس اللي اشتغلت 3 سنين في بنى الفرقه اللي احنا اتكلمنا من اول يوم ان صعب ان انت توصل لاحتكار البطولات غير لما تمشي مشوار. الحمد لله المشوار ده ما كانش طويل، الحمد لله فزنا بكل البطولات ويعني وشكوا حلو علينا، واهم حاجه النهارده ان جمهور النادي الاهلي ينام هو سعيد. الحمد لله رب العالمين. كلمه اخيره للجمهور، جمهور النادي الاهلي. لا جمهور النادي الاهلي ده يعني اغلى حاجه في الدنيا، جمهور النادي الاهلي اعظم جمهور، جمهور النادي الاهلي يعني يطلب بس ولعيبه النادي الاهلي تموت نفسها. الجندي جندي ايه البصه دي يا جندي؟ الجندي واحد من نجوم النادي الاهلي، عايز اقول لك مليون مبروك، موسم كامل بنحقق البطوله، وادي ادي الروح، هو ده النادي الاهلي، وهي دي روح جماهير لعيبه النادي الاهلي. في البدايه عايز تقول لعمر طارق، عمر عايز تقول لهم ايه؟ بقول لهم كلكم مبروك، كلنا رجاله، ما فيش نجم الفريق، كلنا كنا ابطال، كل موت نفسه لاخر ثانيه لعبنا النهارده عشان خاطر جماهيرنا. الحمد لله موسم تاريخي، قدرنا نكسب كل البطولات اللي شاركنا فيها،
بنوعد جمهورنا لسه ما شبعناش ان شاء الله، لسه جه افريقيا وهنعمل كل الجمهور ان شاء الله بيحلم بيه ان شاء الله، جيل تاريخي ولسه مكملين، لسه ما شبعناش، الجاي بتاعنا ان شاء الله. الماتش اللي فات زعلتوا الجمهور، لكن الجمهور كان واثق فيكم، كل الدعم كان موجود، مجلس الاداره النهارده موجود، الكابتن رؤوف عبد القادر، الكابتن خالد العوضي، الجميع وراكم. من جنة امبارح الاوتيل وكابتن خالد العوضي وجم ودونا دفعه معنويه، قالوا لنا انتوا عاملين موسم كويس بس لازم الدوري الجمهور كله عايزه، بقى له غايب عن النادي كتير. الحمد لله قدرنا كلنا كل اللعيبه اللي لعبوا ما اللي ما لعبش، اللي بيكسب الدوري بيبقى اكتر فريق نضيف، بيحب بعضه، عنده روح، والحمد لله ده كان موجود عندنا السنه دي. ادي الروح زي ما بقول لحضراتكم، ادي الروح. عمر طارق وسيف سمير. عمر كابتن عمر الفرحه حلوه، وبعد غياب هذه حركات برضه عمر عزب، الفرحه حلوه بعد غياب ست سنين الدرع. حاجه واحده، ده رد على اي حد يجي على النادي الاهلي ولا اي حد يحاول يغلط في النادي الاهلي، ده ردنا في الملعب، احنا ما بنردش باي حاجه ثانيه، احنا بنرد في الملعب، وده اي حد يجي على النادي الاهلي. كلمه لجمهور النادي الاهلي. احنا يعني ان شاء الله لسه اكتر مش عارف اتكلم، معلش، لسه عندنا اكتر، ولسه بطوله افريقيا وكاس العالم ان شاء الله، وان شاء الله يعني نسيطر على كل البطولات لمده سنين طويله ان شاء الله. ابو ادم مليون مبروك يا ابو ادم، فرحه حلوه وبطوله غاليه وموسم بنحقق فيه كل البطولات، النهارده عايز تقول ايه؟ وبطوله غاليه قوي على كل جماهير النادي الاهلي. النهارده عايز اقول ان انا قلت في اول الموسم ان فاضل اربعه، بعد كده قلت فاضل ثلاثه، بعد كده قلت فاضل اثنين، كده قلت فاضل واحده، خلاص مش هتروح بطوله تاني، مش هقول بقى فاضل كذا وفاضل كذا، خلاص خلصت، مش هتروح بطوله من جوه النادي الاهلي تاني ان شاء الله. كلمه لمجلس اداره النادي الاهلي والكابتن محمود الخطيب اللي في ظهركم في كل مكان، وقفوا معاكم في وقت صعب، عايز تقول لهم ايه؟ اقول لهم شكرا، الناس كانوا معانا امبارح فعلا، جولنا الفندق ودعمونا جدا بصراحه، واقول لهم شكرا، واقول لهم ان شاء الله نبقى قد المسؤوليه دي، وان شاء الله نقدر نفرح كل الناس تاني. كلمه للعيب رقم واحد اللي هو دايما في ظهرنا واستحمل الوقت الصعب عشان يعيش اللحظه السعيده ديت، جمهور النادي الاهلي، تقول لهم ايه؟ اقول لهم بص، انا كنت عايز اقول الكلمه دي من بدري، احنا من ساعه ما خسرنا الماتش اللي فات اي رساله وصلت لي كانت دعم بصراحه، يعني اشكرهم، نشكرهم، احنا حاسين بيهم، احنا جمهور قبل ما نكون لعيبه، واشكرهم على الدعم اللي احنا عشناه ده، وان شاء الله نقدر نفرحهم اكتر من كده. اشكرك يا كابتن سيف، وبالتوفيق في المباراه اللي جايه، توفيق في كل البطولات اللي جايه باذن الله. الله باذن الله، شكرا. كلمه كبيره وكلمه مهمه جدا من سيف سمير، احنا جمهور قبل ما نكون لعيبه، كويس جدا يكون عندك اللعيبه اللي لمسه وقريبه من جمهور النادي الاهلي ولمسه نبض للنادي الاهلي، لسه الفرحه مستمره ولسه لقاءاتنا مستمره من داخل صاله الدكتور حسن مصطفى. مليون مبروك لكل جماهير النادي الاهلي، من جديد تعود الكلمه للزملاء في الاستوديو. كلام مهم جدا من سيف سمير وعمرو الجندي وايهاب امين، وفي رسائل محدده وواضحه بالنسبه للمستقبل خلال الفتره اللي جايه ان شاء الله، عوده المارد الاحمر، ابطال الصالات ونجوم الصالات خلال الفتره اللي جايه. لكن منذ لحظات الكابتن محمود الخطيب يمكن وجه رساله مهمه جدا سواء لابطال ابطال الدوري لكره السله رجال النادي الاهلي، وكمان لجمهور النادي الاهلي. الكابتن محمود الخطيب يهني سله الاهلي بدوري السوبر ويشيد باستحواذ الفريق على كل البطولات. حرص الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي على تهنئه لاعبي الفريق الاول لكره السله رجال وجهازهم الفني والاداري والطبي عقب الفوز ببطوله دوري السوبر للمحترفين على حساب نادي الاتحاد السكندري. وحرص رئيس النادي الذي تواجد في صاله الدكتور حسن مصطفى لمؤازره لاعبي الاهلي على النزول الى ارضيه الملعب عقب المباراه، وتوجيه تحيه خاصه لكل منظومه فريق السله الذي قدم اداء مميزا هذا الموسم وحصد كل البطولات، منطقة القاهرة، دوري المرتبط، كأس مصر، البطولة العربية للأندية، دوري السوبر للمحترفين. وأشاد رئيس النادي بالأداء الرجولي للاعبين وروحهم العالية وإصرارهم على الفوز الذي تحقق لهم بعد توفيق الله والجهد الكبير الذي بذلوه طوال المباراة، وعبر عن تقديره الخاص لما حققه فريق السلة هذا الموسم من نتائج رائعة، فضلا عن الروح الطيبة بين كافة عناصر المنظومة والتعاون الواضح بينهم والتكاتف لتحقيق كل البطولات وإسعاد جماهير الأهلي التي تستحق الكثير. وبمناسبة جمهور الأهلي، يمكن النهاردة خدمة خمس نجوم لكل جماهير النادي الأهلي في كل مكان، حقهم يشوفوا كل الأحداث الرياضية على شاشة قناة الأهلي. ما في مباراة تقدر إدارة قناة الأهلي إن هي تحاول تسعى لإذاعتها
على شاشة قناة الأهلي إلا وهتحاول تجيبها، وهيبقى في مجهودات كبيرة جدا خلال الفترة اللي جاية لإذاعة كل الأحداث الرياضية لجمهور النادي الأهلي على شاشة قناة الأهلي. الجهد الكبير ده بداية من المهندس سيف الوزيري رئيس مجلس إدارة شركة استادات الوطنية، الكابتن إسلام الشاطر المدير التنفيذي لشركة بريزنتيشن لايف، الأستاذ إيهاب الخطيب رئيس قناة الأهلي. كل الجهود اللي بتبذل خلال الفترة الحالية بتبذل لهدف واحد فقط، هو إسعاد جماهير النادي الأهلي ووضع جمهور النادي الأهلي في الصورة بشكل مباشر عشان يتابعوا كل الأحداث الرياضية، مش كرة القدم فقط، لا كل ألعاب الصلاة وكل الأحداث الرياضية سواء داخل النادي الأهلي أو في جميع الصالات المغطاة سواء داخل مصر أو خارج مصر. شفنا منذ ساعات قليلة جدا إذاعة بطولة إفريقيا لكرة الطائرة رجال بتقام في تونس، وفي طبعا مباراة الأهلي والترجي التونسي، شفنا مباراة السيمي فاينال، مجهودات بتبذل بشكل كبير جدا في جميع الألعاب، كرة طايرة، كرة سلة، كرة القدم، حتى كواليس فريق كرة القدم في الفترات الأخيرة، وفي إن شاء الله بإذن الله مجهودات مضنية بتبذل خلال الفترة القادمة لإذاعة المزيد من الأحداث الرياضية خدمة لجمهور النادي الأهلي. جمهور الأهلي يطلب وكل القائمين على الإدارة هنا جاهزين إن شاء الله أنهم يقدموا أفضل ما شيء أو أفضل شيء لكل جماهير النادي الأهلي. أذهب من جديد إلى صالة الدكتور حسن مصطفى مع هنا أبو القاسم ولقاءات أخرى عقب نهاية المباراة. مرحب بكم من جديد وبكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، ولسه طبعا مستمرين معاكم في أجواء الفرحة والسعادة بعد تتويج رجال كرة السلة ببطولة دوري السوبر، ومعي في هذه اللحظات طبعا نجم النادي الأهلي لاعب مروان سرحان. في البداية طبعا ألف مبروك الفوز النهاردة، كانت مباراة كبيرة لكن انتوا قدرتوا تسيطروا عليها الحقيقة من أولها لآخرها. طبعا الحمد لله على المكسب، ده اهم ماتش في السيزون كله، احنا لاعبين حوالي 55 ماتش، يعني ده يعتبر اهم ماتش في ال 55 كلهم. الحمد لله ربنا كرمنا، احنا كنا متوعدين ووعدنا حتى الجهاز الفني والجمهور وكل الناس واخدين الماتش ده على كتفنا، يعني ان احنا ما ينفعش موسم تاريخي زي ده النادي الاهلي ونخرج من غير ما نفرح الجمهور وناخد اهم بطوله اللي هي السوبر طبعا. فالحمد لله، طبعا الحمد لله احنا تعبنا جدا الموسم كله ومرينا بحاجات كتير، فده اعتقد اقل حاجه يعني ان احنا نقدر نقدمها للناس وللفرقه. يعني طبعا مباراه اليوم كانت مباراه صعبه جدا، مباراه حاسمه، خصوصا اخر مباراه طبعا تعرضنا للهزيمه، استعديتوا ازاي خصوصا نفسيا اكيد لمباراه اليوم؟ موضوع نفسيا ده كان حاجه صعبه شويه، ان احنا كنا داخلين الماتش اللي فات جيم 4 ببريشر كبير علينا ان احنا لازم نخلص الماتش ده، اعتقد ده اللي ادى ان احنا ادائنا كان سيء الماتش اللي فات. فاتفرجنا طبعا على الماتش، اتفرجنا على اخطائنا وعدلناها، والماتش ده كان خلاص، كان اخر ماتش، مفيش فرصه ثانيه، يعني احنا الماتش اللي فات كان عندنا فرصه ثانيه، لكن الماتش ده خلاص كان خلاص، يعني جيم 5 مفيش فرصه ثانيه. فالحمد لله يعني اللعيبه كلها كانت على قد المسؤوليه وربنا كرمنا يعني الحمد لله. يعني طبعا انتوا عاملين موسم استثنائي الحقيقه، محققين كل البطولات حتى الان، ايه بقى الرساله اللي تحب توجهها لجماهير النادي الاهلي بمناسبه هذا الموسم الاستثنائي؟ احب اقول ان دي بس البدايه، يعني دي الموسم ده يعتبر بدايه بس لمواسم جايه كتير ان شاء الله، وان احنا نقدر نسيطر ونحصد اكبر عدد بطولات نقدر ناخدها. احنا البطوله دي تاهلنا لبطوله افريقيا السنه الجايه ان شاء الله، ودي بطوله كبيره، ده هيبقى السيزون الثالث ليها، فان شاء الله يعني ربنا يكرمنا ونقدر ان احنا نحقق البطوله دي ونقدر نلعب في كاس عالم الانديه، فدي هتبقى حاجه كبيره يعني ان شاء الله. بشكرك جدا ومبروك مره ثانيه. شكرا شكرا شكرا. يعني يا محمد ده طبعا كان لقائي مع نجم النادي الاهلي اللاعب مروان سرحان، لسه مستمرين معاكم في لقاءاتنا الحصريه على شاشه قناه النادي الاهلي، والان العوده ليكم مره اخرى في الاستوديو. شكرا يا هنا، ورسائل مهمه جدا. انا عاجبني في روح اللعيبه النهارده وبتتكلم بعد الفوز، مش بيتكلموا على الفوز بالبطوله بس، لا الناس عندها رساله ان هي هتكمل على نفس المستوى وهيكون في الفتره الجايه انتصارات مهمه والمنافسه على كل الالقاب. اخرج الى فاصل، وبعد الفاصل لسه مكملين مع حضراتكم الفرحه والانتصار والبطولات هنا من قناه الاهلي لكل جماهير النادي الاهلي في كل مكان. اهلا
هنعلم بحضراتكم بعد الفاصل، وبالتاكيد فرصه بقى طيبه نتناول كده وجهات نظر المحللين والمدربين اللي معانا في الاستوديو التحليلي لتغطيه بالتاكيد نهائي دوري السوبر، عشان نعرف كمان وجهه نظرهم في احداث هذه المباراه بعد رصد الفرحه والاحتفالات والكواليس اللي كانت موجوده منذ لحظات في صاله الدكتور حسن مصطفى، ولسه مستمرين كمان معاكم لرصد هذه الفرحه لكل جمهور النادي الاهلي. لكن كابتن سلعاوي، من خلال متابعتك للمباراه، المباراه النهارده بدايتها عكس الكوارتر الثالث والرابع، دور اوجستن المدرب الاسباني للنادي الاهلي في هذا اللقاء، وازاي قدر يتعامل تكتيكيا مع الكابتن احمد مرعي؟ طبعا اوجستن من المدربين الكبار جدا اللي هم موجودين دلوقتي في مصر، ده لا يقلل من كفاءه الكابتن احمد مرعي، لكن اوجستن مدرب ذكي بيعرف التفاصيل، بيبقى دقيق في شغله، ومعاه احمد الجرحي ومعاه رامي، يعني جهاز على اعلى مستوى. الشوط الثاني الاولاني والثاني احنا حللناه وقلنا انه يتسيده الحذر والخوف من الشوط الثالث. هو كلمه السر بالنسبه للنادي الاهلي هو مكسب النادي الاهلي في الثلاث مباريات اللي كسبهم من الاتحاد السكندري، الكوارتر الثالث، الكوارتر الثالث بالذات لعيبه الاتحاد ما بت... يعني شفنا هاب امين وصل ل 35 نقطه النهارده، هاب امين النهارده عامل جيم حاطط نص السكور، يعني هو اللعيب الاجنبي اللي في فرقه النادي الاهلي، لكن بصراحه النهارده كل الفرقه نجوم، مهيب كان كويس، سيف سمير كان كويس، عمرو الجندي كويس، في كل اللعيبه كانوا على مستوى المسؤوليه بالنسبه لل وبعدين اعتقد ان استفاد النادي الاوستي من عدم لعب الامريكي بتاع الاتحاد السكندري في الشوط الثالث، ما لعبش كتير، فاستفاد من استفاد اوستي في من عدم لعبه. طبعا النادي الاوستي اتجه في الشوط الثالث اللعب زون ديفنس او دفاع المنطقه، كان متعب بالنسبه للاتحاد السكندري، الاتحاد السكندري ما كانش عنده حلول بالنسبه للزون ديفنس، لان كل معظم لعيبه النادي الاهلي كانوا في حالتهم حاله كويسه جدا، كان شطر على اعلى مستوى بالنسبه للنهارده، مهيب شاط جاب، هاب امين جاب، عمرو الجندي جاب، البوفوتات كانت يعني بوفوتات النهارده ادت الدور المطلوب منها. طيب نروح برضو تاني لصاله الدكتور حسن مصطفى ولقاء مع هنا ابو القاسم ولقاءات من الصاله المغطاه لتغطيه فوز الاهلي بدوري السوبر، اتفضلي يا هنا. برحب بيك يا محمد من جديد وبضيوفك الكرام وبكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، ولسه مستمرين معاكم في لقاءاتنا طبعا بعد تتويج رجال كره السله بدوري السوبر، ومعي في هذه اللحظات يعني كابتن رامي دياسي. الحقيقه طبعا هو مدرب بالجهاز الفني لرجال كره السله، انا عارفه طبعا حضرتك مقل جدا في الظهور، يعني احنا سعداء جدا بوجود حضرتك معانا، الف مبروك الفوز النهارده. الله يبارك فيك، وطبعا انا اسعد بكتير بتواجدي في قناه النادي الاهلي، وطبعا بحب ان احنا نبارك النهارده لاعضاء مجلس الاداره وكابتن بيبو وكل جمهور النادي الاهلي، والحمد لله ان احنا قدرنا نحقق الخمس بطولات السنه دي. نتكلم بقى عن مباراة اليوم، مباراة صعبة جدا، مباراة حاسمة، مباراة بطولة طبعا أمام خصم قوي زي الاتحاد، استعدتوا لها زي كابتن وزي حفزتوا اللاعبين؟ وطبعا نفسية، أكيد النفسية بتبقى حاجة مهمة جدا في مباراة زي مباراة النهاردة. مظبوط، هي فعلا طبعا فريق نادي الاتحاد السكندري فريق كبير جدا، ويمكن كل البطولات اللي لعبناها السنة دي كانت تقريبا النهائيات معاه، فالحمد لله النهاردة الجهاز الفني قعد مع اللعيبة وطبعا رجعنا كل الماتشات اللي فاتت واتفرجنا على نقاط القوه ونقاط الضعف، والحمد لله ان احنا ربنا قدر يكرمنا، وطبعا حفزناهم ان هم لوحدهم كانوا جايين متحفزين، النتيجه كانت في الاول 1-0 وبعد كده 2-1 2-2، فده جيم بطوله يعني جيم كاس ما فيهوش فرصه ثانيه، فهم اللعيبه الحمد لله طبعا رجاله جدا وجم ادوا اللي عليهم واللي كان مطلوب منهم، والحمد لله ربنا كرمنا ووفقنا بالنتيجه الحمد لله. يعني طبعا دايما الجماهير بتحب بقى وراء الكواليس ايه اللي كان بيتقال وكده، فايه بقى الحاجات او التعليمات اللي كنتوا بتدوها للاعبين وراء الكواليس في التايم اوت بين الاشواط وكل ده؟ طبعا احنا الفرق زي ما قلت لحضرتك ان هم اتقابلوا قبل كده 11 مره، فهو كل اللعيبه عارفه الامكانيات بتاعت اللعيبه اللي هم بيلعبوا قدامهم، وعارفين طبعا نقاط القوه والضعف، فاحنا النهارده مثلا الحمد لله زي ما حضرتك شفتي في الاخر اخر شوطين كان في تركيز عالي، كان في هدوء، ما عملناش تيرن اوفر كتير، فالحمد لله ان احنا قدرنا نحافظ على النتيجه، تقدمنا في الشوط الثالث وفضلنا محافظين على النتيجه لغايه اخر المباراه الحمد لله. يعني جماهير النادي الاهلي دايما عندها ثقه عمياء الحقيقه في كل لاعبين النادي الاهلي، ايه الرساله اللي حضرتك تحب توجهها لهم؟
أنا طبعًا بحب الأول أشكر أعضاء مجلس الإدارة على مساندتهم وعلى تواجدهم وعلى دعمهم الدائم على طول معانا، وطبعًا على الجمهور. طبعًا للأسف إن إحنا مش قادرين يبقوا موجودين هنا معانا في الصالة ويفرحوا معانا، بس أنا متأكد إن هم كلهم متابعيننا بره، وطبعًا بنشكرهم جدًا وبنهدي لهم الفوز بتاع موسم استثنائي، 5 بطولات الحمد لله وربنا وفقنا فيهم كلهم بمجهود اللاعبين وبالتركيز وطبعًا بمجهود الجهاز الإداري والفني والطبي وكله. بشكر حضرتك جدا والف مبروك الفوز مره ثانيه. الله يبارك فيكي، ميرسي جدا، ميرسي جدا، شكرا. يعني ده كان لقائي طبعا مع كابتن رامي دياسي مدرب الفريق الاول لكره السله بالنادي الاهلي، والان العوده ليكم مره اخرى في الاستوديو. شكرا جزيلا للزميله العزيزه هنا ابو القاسم على هذا اللقاء، لكن عايز اروح للكابتن ميشو. كابتن ميشو، في الكوارتر الثالث تحديدا اللي ده عمل تغيير فني كبير جدا في نتيجه المباراه. الكابتن احمد مرعي دايما بيحب يغير كتير في الكوارتر الثالث، وشفنا كمان كم نقطة حصلت كده أو كم تغيير حصل في بداية الشوط الثالث، خروج مثلا حاتم البحيري، إسماعيل أحمد كان بيلعب على عمرو الجندي، إيهاب أمين تميز في الثلاثيات. إيه الخطأ اللي ممكن يكون حصل في الكوارتر الثالث خلى الاتحاد السكندري ما قدرش يعمل كامباك في الكوارتر الرابع؟ بص يا كابتن محمد، أنت بتتكلم دلوقتي على الخطأ اللي حصل في الكوارتر الثالث النهارده. هي المشكلة مش من النهارده، لكن أنا زي ما قلت لك هي المشكلة من أول البيست أوف فايف. هي المشكلة ان على طول الاهلي هو اللي بيفرق دايما في الكوارتر الثالث، سواء الثلاث جيمات اللي كسبهم النادي الاهلي او الجيمين اللي كسبهم نادي الاتحاد برضو كان بيخسر في الكوارتر الثالث. النهارده في الكوارتر الثالث يعني كان النهارده النادي الاهلي قلب وقت يمكن زون، كان في بعض اللعيبة كانت يعني ممكن تكون ما كانش في مكانها الطبيعي النهارده، يعني النهارده كان زي لعيبه في الديفنس بتروح للعيبه مش مكانها ان هي تقدر تادي الديفنس بشكل برضه. هي برضه وجهات نظر يعني، ممكن احنا كل واحد دلوقتي بيتكلم من يعني من وجهه نظر، انا ممكن اكون من وجهه نظر ممكن اكون صح او غلط، بس انا بتكلم من وجهه نظري ان انا شايفه صح بالنسبه لي انا الصح، مش شرط يبقى فيه. يعني حتى النهارده كان في وقت من الاوقات في الكوارتر الثالث كان اللعيب زي لعيب كوري متهيألي من وجهه نظري انا يعني بقول ان ده كان لازم يبقى يكون متواجد في الملعب، وخصوصا ان النادي الاهلي في الفتره الثالثه كان بيلعب زون فكان يبقى متواجد. لكن ولكن مش دي المشكله، يعني مش هي دي المشكله في جيم النهارده. هي جيم النهارده مش تكرار. هي التكرار مع يعني في الخمس جيمات، يعني هي الخمس جيمات بيست كوب، انت خسران الكوارتر الثالث في الخمس جيمات. يعني انت النهارده في الخمس جيمات، وبعد كده جيم النهارده والجيم الاول والثاني زي ما احنا شايفين على الشاشه اهو، يمكن دي بعض اللقطات اللي كانت في الكوارتر الثالث. الكره دي على فكره راح فيها عمرو الجندي ما قدرش اسماعيل يقابله. ما هو النهارده عشان النهارده عمرو الجندي لما هيلعب باسماعيل، عمرو الجندي بدا يسحب اسماعيل لبره عشان يبقى ياخد عنده المساحه مع حته السرعه، فطبعا هتبقى كان في نوع من الصعوبه على اسماعيل، مع ان ما فيش اي حد بيعمل هيلب مع اسماعيل في الحته دي. ولكن انا بتكلم في الحته اللي هي بتاعت الكوارتر الثالث، كان لازم نادي الاتحاد يعني من اول جيم، طب تاني جيم، طب تالت جيم، طب رابع جيم، يعني النهارده كلمه السر خلاص بقى، يعني خلاص كله بيقرا افكار البعض خلاص. كنت لازم النهارده على الاقل تطلع كسبان، او تطلع على الاقل تحافظ على فرق، علشان تطلع محافظ بس على فرق سكور، عشان هو الجيم يعني كلنا متفقين ان الجيم خلاص في الثالث بالفعل، يعني كلنا متفقين في حاجه زي كده. طيب بس ارجع من جديد لصاله الدكتور حسن مصطفى ورصد الفرحه عاقب الفوز بدوري السوبر مع الزميل العزيز فاروق صلاح ولقاءات اخرى من صاله المغطاه. اتفضل يا فاروق. من جديد ده بجد التحيه بكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. واحد من الاوراق الرابحه للنادي الاهلي كابتن احمد اسماعيل، واحد من نجوم الفتره الاخيره. كابتن احمد برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي. النهارده الفرحه والصوره بتغني عن اي كلام، مليون مبروك، بطوله غاليه، موسم كامل وحصاد كل البطولات للنادي الاهلي. طبعا الف مبروك للنادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي. يعني مش فرحنا، تعبنا كتير والحمد لله ربنا كرمنا في الاخر وقدرنا ناخد بطوله الدوري اللي هي اغلى بطوله في السنه. كلمه مهمه تقولها لكل جمهور النادي الاهلي. الف مبروك للنادي الاهلي، وان شاء الله ده العادي بتاعنا من هنا ورايح للاهلي، هيكون موجود في كل البطولات ان شاء الله. عايز تقول ايه بقى لكل اللعيبه اللي كانوا رجاله النهارده وكانوا رجاله في كل المباريات؟ كلنا تعبنا الحمد لله، كلنا في ظهر بعض والحمد لله ربنا كرمنا وقدرنا نكسب كل البطولات الحمد لله. الحمد لله كابتن احمد، والتوفيق اللي جاي. ربنا يخليك، شكرا، الف مبروك.
ده كان لقاءنا مع الكابتن احمد اسماعيل، واحد من نجوم والاوراق الرابحه للنادي الاهلي. طبعا مليون مبروك، لسه الفرحه مستمره، لسه التتويج مستمر. مليون مبروك من جديد، تعود الكلمه للزملاء في الاستوديو. شكرا يا فاروق، وشكرا بالتاكيد على كم هذه اللقاءات المهمه جدا ورصد الفرحه من صاله الدكتور حسن مصطفى. طيب اروح لكابتن طاهر رجب. كابتن طاهر، النهارده اجوستي عمل نقطه تكتيكيه مميزه جدا. في عز ما انت المفروض بتحاول تقلل فرق السكور بعد الشوط الكوارتر الثاني، سحب مايكل تومسون وابتدى يلعب على تحركات. يمكن بنتكلم مثلا على عمرو ايهاب امين وعمرو الجندي، فرقوا كتير قوي السكور او الباسكت اللي احرزه ايهاب امين ثلاثيات في الكوارتر الثالث، فرقت كتير جدا. لكن في نفس الوقت كان ساحب كمان مايكل تومسون بره. والمباراه دي غير الاربع مباريات اللي فاتت في الفاينل دوت، نتيجه ان كان الاتحاد باستمرار بيفرق في الكوارتر الاولاني والثاني، وممكن فرق كبير او فرق ظاهر يعني. انما المباراه دي كان في حرص بين الفرقتين في اول كوارتر او ثاني، يعني ده المباراه الوحيده اللي كان فيه بوينت، بدليل ان هي 14 14 كان في الكوارتر الاولاني. قبل كده ما كانش كده، كان الاتحاد بيفرق بال 10 بوينت، كان في فرق سكور. نيجي في الكوارتر الثاني بردك كانت 33 31 باسكت، يبقى كانوا ماشيين، كان ماشيين اللعيبه كلهم بحرص ما عدا واحد، ايهاب امين، عنده جرأه على الثلاثيات غير طبيعيه، غير عاديه. بدليل انه نزل ما فيش حد حط بونت من النادي الاهلي غير ايهاب امين، خمس كور متتاليه ما يفصلهمش اي حد، صح. حط سكور في وسط. فطبعا ده اكيد بردك دي تكتيك وتدريب. نتيجه ان يعني مستر اوجستي لاحظ، او هو طبعا بيدرس كل الماتشات اللي بيلعبها سواء خسر سواء كسب، لاحظ ان الفرق دوت انت لما بتيجي تعوضه ممكن ما تلحقش تكسب، بدليل ان الاتحاد كسب ماتشين. ففي الاول مشي معاهم ايكوال، وبعد كده هو اعتمد طبعا على القوى الضرب عندنا ايهاب امين او الجندي كمان، في حيث ان هو لعب في مركز اربعه فعمل فرق كبير. وفي ملاحظه كنت عاوز اتكلم فيها، ان تقريبا ان الاتحاد خد خمس ماتشات السنة دي في الموسم ده، كسب خمس ماتشات، الأهلي كسب ست. ستة النهاردة. يعني ده الماتش السادس لينا في الموسم كله. مظبوط. الماتشات اللي كسبها الأهلي كلها مصيرية. صح. اللي هي مؤثرة في نتيجة البطولة. لا كلها بطولات. بطولة. كلها الجيم بطولة. حتى في الماتش السيمي فاينل اللي تم في البطولة العربية كان هو اللي دخله الفاينل. اما ماتشات الاتحاد، مع احترامي برضك للاتحاد، انا معايا نتائج الماتشات على فكره. يعني مثلا في نصف نهائي البطوله العربيه الاهلي فاز على الاتحاد السكندري 78 73، ماتش مصيري. ماتش مصيري في دوري المرتبط، ذهاب دوري المرتبط الاهلي يمكن اللقاء الاول خسر من الاتحاد السكندري 83 77، في اللقاء الثاني الاهلي كسب 69 67. ماتش مصيري. ماتش مصيري. الدوري الترتيبي لدوري السوبر الاهلي خسر اللقاء الاول 100 لصالح الاتحاد 85 للاهلي، لكن في اللقاء الثاني الاتحاد السكندري 84 79 والاثنين راحوا بقى للبيست فايف. ماشي. ده بس يعني بالزبط. انت بقى جيت في البيست فايف 3-2 خلاص وفرقت، يعني معناها ان الست ماتشات اخر حاجه نهائي كاس مصر الاهلي كسب الاتحاد السكندري 69 65 بالظبط. بالظبط. يعني انت هتلاقي كل الماتشات، ودي يعني برضك نقطه تحسب لاوجستي، بتحسب للكوتش اوجستي ان هو يعني في اوقات معينه بيعمل حاجات معينه. يعني هو لعب حتى مثلا كان بطوله القاهره في اول بدايه ما مسك النادي الاهلي، رمى كل الناشئين في هذه البطوله اللي هم صغيرين، لانها طبعا بطوله ممكن تظهرهم. وفعلا طلع عندك عمرو علاء زهران، طلع عندك عبد الله ناصر، طلع عندك محمود وليد، طلع المعدي، يعني المعدي ما كانش موجود يمكن، انما في اكيد. طيب اذهب مباشره مره ثانيه، ولسه عندنا لقاءات النهارده، الفرحه مستمره بالتاكيد مع رجال السله في النادي الاهلي والزميله هنا ابو القاسم، وعندها لقاءات اخرى من صاله الدكتور حسن مصطفى. اتفضلي هنا.
برحب بيك يا محمد من جديد وبكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. لسه مستمرين معاكم طبعا في اجواء الفرحه مع لاعبي النادي الاهلي لكره السله، ومعي في هذه اللحظات الحقيقه احد نجوم مباراه اليوم طبعا اللاعب احمد مهيب. في البدايه طبعا ببارك لك الف مبروك الفوز النهارده، مباراه كانت صعبه ويمكن كمان شفنا دموع الفرحه منك بعد انتهاء المباراه. طبعا الحمد لله على المكسب، الله يبارك فيكي، يعني مكسب غالي جدا عليا، بطولة غالية جدا في النادي لينا كلنا. كان يعني يمكن كنا بنتكلم قبل الماتش ان ده من اهم البطولات في تاريخنا، خمس بطولات في السنة مش قليلة. تعبنا كتير، ناس كتير انتقدتنا وفي ناس كتير شجعتنا وكانت واقفة جنبنا. البطولة ما كانتش سهلة، خسرنا ماتشين وقدرنا الحمد لله ان احنا نكسب التالت في اخر ماتش، فده طبعا يعني الموضوع مش سهل، بس الحمد لله ان احنا قدرنا ان احنا نفضل ماسكين في بعض وان احنا نكسب في اخر ماتش بطولة السوبر الحمد لله. يعني مباريات زي مباراة النهاردة بيبقى فيها عامل كبير جدا على النفسية، استعديتوا ازاي نفسيا لمباراة اليوم؟ طبعا هو في بريشر فعلا، بس ده شغلنا، يعني احنا المفروض نكون متعودين على كده، خصوصا لو انت بتلعب في النادي الاهلي ملايين بتتفرج عليك وملايين بتشجعك، فده بيحط علينا حمل، واحنا دايما الحمد لله يعني كنا مستعدين ليه من اول بطوله في من السنه يعني. فالحمد لله يعني احنا كنا بناخد ماتش ماتش، كوره بكوره، ديفنسيه باوفنس، فقدرنا ان احنا ننفذ تعليمات مستر اوجوستي طبعا على قد ما نقدر، والحمد لله يعني كسبنا النهارده بفارق سكور. الماتش كان رايح لاكتر من كده، بس طبعا يعني ماتش فاينل يعني ما قدرناش ندوس اكتر من كده، بس الحمد لله ان احنا قدرنا ان احنا نكسب في الاخر. فطبعا انا مبسوط جدا الحمد لله يعني بالفوز ده، ربنا كرمنا بيه فعلا. ناس كتير كانت ورانا وناس كتير كانت محتاجه ان هي تفرح بالمكسب ده، فالحمد لله ان احنا قدرنا ان احنا نكسبها ونزود يعني بطولات النادي الاهلي، خصوصا بطوله الدوري، البطوله غاليه علينا ان شاء الله. يعني جماهير النادي الاهلي طبعا دايما بتدعمكم، عايزين بقى في الاخر رساله لكل جماهير النادي الاهلي اللي بتتابعك. طبعا انا بشكرهم جدا جدا على الدعم ده، شفنا الدعم ده كتير في المكسب، في الخساره قبل المكسب، وشفناه فعلا بجد مش كلام وخلاص. الناس دي بتدعم النادي ومش مستنيه مقابل من اي حد، فدي اقل حاجه ان احنا نقدمها لهم. يعني بطوله الدوري هي بطوله غاليه، فالحمد لله ان احنا قدرنا بتوفيق من ربنا سبحانه وتعالى وتوفيق من زمايلي كلهم ان احنا قدرنا نكسب البطوله دي، فالحمد لله عليها، وان شاء الله يعني ما تكونش اخر بطوله عندنا ان شاء الله. خلاص يعني هنحتفل شويه وشويه وهنقفل الصفحه، عندنا السنه الجايه بطولات تانية، عندنا يعني تحديات تانية، عندنا بطوله افريقيا ان شاء الله نفسنا وانا نفسي يعني فيها ان شاء الله ان ربنا يكرمنا بيها، وباذن الله باذن الله بدعم الناس، بعد دعم مجلس الاداره، بزمايلي، بالكوتش، نقدر ان احنا نحقق البطوله دي. بشكرك جدا والف مليون مبروك مره تانية. شكرا جزيلا. شكرا. يعني يا محمد زي ما انت شايف هو ده النادي الاهلي، لسه مخلصين بطوله وحاصلين عليها، بيتكلموا على البطولات القادمه اللي بيحلموا بيها وبيحلموا بالتتويج بيها، وعشان كده دايما النادي الاهلي في المقدمه. ده طبعا كان لقائي مع نجم النادي الاهلي كابتن احمد مهيب، والان العوده ليك مره اخرى في الاستوديو. شكرا ليك يا هنا، ولقاءات مهمه جدا من صاله الدكتور حسن مصطفى لرصد احتفالات لاعبي الاهلي رجال لكره السله بعد الفوز بدوري السوبر. وقبل ما اطلع للفاصل عايز اقول لكم في مفاجاه مهمه جدا هقولها، ولكن في ختام الاستوديو التحليلي النهارده، لكن اخرج الى فاصل وبعد الفاصل نرجع لان الجزء الاخير في مفاجاه، وفي نفس الوقت كمان هنكمل كلامنا مع نجومنا نجوم الاستوديو التحليلي لدوري السوبر بعد فوز الاهلي على الاتحاد السكندري والحصول على اللقب الخامس هذا الموسم. احنا في طريقنا دلوقتي بالدرع لقناه الاهلي، استنونا. مفاجأة بإذن الله لكل جمهور النادي الأهلي، وزي ما انتم سمعتوا اهو سيف سمير كل نجوم النادي الأهلي، وإن شاء الله يعني بعد الاستوديو التحليل مباشرة هيكونوا مع الكابتن إسلام الشاطر وتغطية ورصد الاحتفالات وفرحة رجال السلة في النادي الأهلي بالفوز بدوري السوبر بعد إنجاز عظيم وإنجاز طيب. مش الفوز بدوري السوبر فقط، لا احنا بنتكلم في خمس بطولات، بنتكلم في دوري السوبر، بنتكلم في كأس مصر، دوري المرتبط، بطولة منطقة القاهرة، البطولة العربية، إن شاء الله لسه في أحلام كبيرة الفترة اللي جاية هتسمعوها بقى من خلال لاعبتنا، وهتكون موجودة إن شاء الله مع الكابتن إسلام الشاطر عقب الاستوديو التحليلي، ودي المفاجأة اللي نوهت عليها قبل ما أطلع إلى فاصل. لكن بعد الفاصل أروح للكابتن عماد محمود واللي كان وجه رسائل مهمة جدا لجمهور الاتحاد السكندري في الأسكندرية، ورسائله إيجابية ومهمة جدا، لأن احنا يهمنا إن الاتحاد السكندري يكون متواجد في المنافسة خلال السنوات القادمة، ده بيدي طعم وروح وحلاوة أصلا كمان
للعبة كرة السلة في مصر. كابتن عماد، النقاط الفنية اللي تحب تتكلم فيها تحديدا من خلال متابعتك للمباراة إجمالا، وإيه الإيجابيات برضو اللي شفتها النهاردة في أداء عدد من اللعيبة، ومين أبرز لاعب النهاردة في فريق الاتحاد؟ طبعا واضح أن الجهازين الفنيين كانوا محضرين المباراة جيد جدا، وهاخد من كلام كابتن طاهر ان الحرص اللي كان موجود في الكوارترين الاولاني والثاني كان حرص، وكلام كابتن سلعاوي طبعا حرص كان مخلي الجيم مقفول وفي تعادل. الكوارتر الثالث بقى هنا مش هكلم ان، ودي موجوده في الرياضه، ان بيبقى في مبادرات من لعيبه. ايهاب امين شال توب البطوله زي ما بيقولوا، واخد الموضوع على كتفه وغامر ونجح. دي بتبقى بره ساعات حسابات الجهاز الفني لنادي الاتحاد، زي ما حصل في الجيم الرابع دولا وويبستر في الاتحاد عملوا الحته دي ونجحوا. فطبعا دي برضو ايه الكواليتي او الخامه الجيده. ايهاب امين طبعا يعتبر نجم المباراه النهارده واللي عمل فرق كبير. النادي الاهلي عنده محترف، يعتبر ايهاب امين هو الاكثر تاثيرا في فرقه الاهلي اكثر من المحترف اللي موجود، ودي حاجه ترفع له القبعه زي ما بيقول. في حته فنيه انا يعني برضو احيي بيها مستر اوجستي بوش، ان هو في الكوارتر الاولاني والثاني لجأ للزون ديفنس. نادي الاتحاد قدر انه يكسر الزون ديفنس وتقدم، ما رماش الفوطه زي ما بيقولوا، او ما استخدمه تاني في الكوارتر الثالث لثقته في زون الديفنس ونجح في الكوارتر الثالث. طبعا نجاح في الزون ديفنس ده كان لازم يقابل بفكر تاني. انا يعني كابتن مرعي كان بيراهن على الدفاع، على قفل النجوم او مفاتيح لعيب الاهلي، لكن كان في وقت من الاوقات نادي الاتحاد محتاج لقوه هجوميه. القوه الهجوميه دي كانت هتبقى موجوده في لعيبه معينه بتلعب على الزون ديفنس، طبعا منهم اسماعيل احمد، منهم بيبو، منهم ميدو، منهم طبعا بدون شك اللعيب الاجنبي ويبستر. فكان الرهان على الدفاع وانت خسران، لا انا عايز اراهن على اني اعوض الفرق اللي اتعمل في الكوارتر الثالث، كان الجيم بيبقى مربوط اكتر. لكن هي في الاخر برضو انا زي ما بقول فروقات فنيه وليدت الجيم ده. ايهاب امين عمل الفرق ده. في حته ثانيه اوجستي بوش نجح فيها، ان ايهاب امين عالي جدا في الهجوميا، نزل مهيب وحطه في الكورنر، زود العلو الهجومي، ومهيب كان موفق جدا، فاصبح الكوارتر الثالث بدل ما يبقى 70% بقى 100% قوه هجوميه. اكيد. طيب لسه لقاءاتنا مستمره لتغطيه هذا الحدث الكبير وفرحه الاهلاويه بدوري السوبر لكره السله. اروح مباشره الى صاله الدكتور حسن مصطفى مع هنا ابو القاسم، ولقاءات اخرى مع اللاعبين والجهاز الفني. برحب بيك من جديد يا محمد وبكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، ومعايا بقى دلوقتي نجم النادي الأهلي طبعا كابتن طارق الغنام. في البداية طبعا ألف مبروك الفوز بالبطولة اليوم، يعني البطولات مستمرة وحضرتك لاعب وكمان وحضرتك في الجهاز الفني. الحمد لله رب العالمين، فضل من عند ربنا طبعا. مبروك للنادي الأهلي وجماهيره، بشكرهم وبقول لهم سامحونا لو قصرنا معاكم، بس جيل عظيم وجيل كبير يستحق التقدير زي ما قلت، ومدرب على اعلى مستوى وجهاز فني واداري وطبي وصراحه ومجلس اداره وجماهير، يعني الموضوع وراه حاجات كتير جدا صراحه كلها ناجحه وكلها يمكن دعم مستمر وتعب، ويمكن خمس بطولات من فرقه زي او اربع بطولات من فرقه زي الاتحاد، يعني حاجه مش سهله جدا. فرقه عنيده وفرقه محترمه جدا واحنا بنحترمها من زمان، يعني بقول لهم هارد لك واحنا مبروك علينا وجماهيرنا والحمد لله رب العالمين. يعني الحقيقه ان انتوا عاملين موسم استثنائي، هذا الموسم بتحصدوا جميع البطولات، عايزين نعرف بقى ايه السر ورا كل البطولات دي. لا الحمد لله رب العالمين، يعني هو توفيق من عند ربنا طبعا رقم واحد، زي ما قلت في مليون حاجه وراه، في مجلس اداره وفي جهاز فني وفي لعيبه وفي جهاز اداري وفي طب، يعني يمكن حاجات كتير جدا اولها توفيق من عند ربنا طبعا الحمد لله، وان شاء الله باذن الله الجاي يفضل كده. عايزين نمسك بس في الموضوع ده، الموضوع ده مش سهل، يعني ان انت تاخدي اربع او خمس بطولات يمكن ما اتكررتش في تاريخ مصر ثلاث او اربع مرات على التاريخ، دي طبعا حاجة مش سهله. اتمنى ان احنا نستمر بيها ان شاء الله، لو في نصيب في افريقيا في بي ال، يعني الموضوع هيتطور باذن الله رب العالمين، ربنا يكرمنا ونقدر نسعد الجماهير باذن الله رب العالمين. في النهايه بقى عايزين رساله من حضرتك طبعا بعد الفوز ببطوله دوري السوبر النهارده. يعني بقول مبروك، مش عايز الجماهير تبقى، انا عارف ان الجماهير
الجماهير كانت زعلانه الفتره، يمكن في ساعات بيحصل دروب شويه، عايزهم دايما يدعمونا، دايما ما يبقوش زعلانين مننا، دايما ورا الفرقه، وده اللي احنا بنشوفه يمكن بقى لنا فتره الحمد لله، مكسب ورا مكسب ورا مكسب. بشكرهم وبهدي الفوز للنادي الاهلي ومجلس الاداره وجماهير واللعيبه اللي تعبت ومستر اوجستي طبعا، يعني بشكره وبقول له فعلا يستحق لانه مجتهد. يعني الفرقه برضه النادي الاهلي ما قصرش معاه في حاجه، كل طلباته مجابه، فصراحه يعني المنظومه كلها ناجحه، بقول لهم مبروك، والجماهير اهم حاجه بالنسبه لي، يعني افرحوا والحمد لله رب العالمين. بشكر حضرتك جدا والف مليون مبروك تاني يا كابتن. ربنا يكرمك. شكرا. يعني ده طبعا كان لقائي مع نجم النادي الاهلي كابتن طارق الغنام، والان العوده ليكم مره اخرى في الاستوديو. شكرا يا هنا، وكلام مهم جدا طبعا من احد اساطير لعبه كره السله في مصر كابتن طارق الغنام، وكلام مهم جدا عقب نهايه المباراه والفوز بالدرع السوبر درع الدوري للنادي الاهلي. كابتن محمد السلعاوي، انا عايز اتكلم على التحديث اللي حصل بشكل عام بالنسبه للنشاط الرياضي وبشكل خاص في كره السله، سواء على مستوى اللاعبين او حتى على مستوى الجهاز الفني. احنا طبعا بدايه ان كره السله في الموسم ده كانت موضع اهتمام بالنسبه للنشاط الرياضي وبالنسبه لمجلس الاداره. مجلس إدارة في خلال السنتين اللي فاتت لم يبخل على هذا الفريق بأي شيء، مدرب على كفاءة عالية جدا، جهاز فني، عايزين برضو نقول إن أحمد الجرحي بيقوم بدور جامد جدا في هذا الفريق، وكمان رامي الدياسي، وبعدين مدير إداري طارق الغنام من أكفأ الناس اللي يعني أعتقد إنها قامت بهذا الدور، وأعتقد برضو إحنا مش عايزين ننسى دور المدربين السابقين أشرف توفيق وسيد، هو كذلك دور رؤساء قطاعات الناشئين اللي قدروا يطلعوا هذا الكم من الناشئين. الخلطة دي كلها خدها مستر جوست وعمل منها حاجة جميلة، حاجة قدرت السنة دي تسعد الناس، ترجع الأهلي لمنصات التتويج تاني. أعتقد طموح جمهور الأهلي بدأ يعلى مع هذا الفريق، وأعتقد كمان أن هيبقى بعد كده هدفهم دورات عربية أفريقية أو كأس العالم للأندية إن شاء الله في المرحلة القادمة إن شاء الله. فإحنا عايزين يعني نشكر كل من ساعد أو ساهم في هذا الفريق، سواء المجهود اللي عمله كان كابتن رؤوف أو كابتن خالد دلوقتي بيكمل عليه في تطوير هذا الفريق، يبقى المحافظة عليه ضروري جدا. الطموحات بقى لازم تزيد عن كده أكيد. يعني ان شاء الله الطموحات لازم تزيد. طيب كابتن ميشو، بوجهه نظر ورؤيه محايده، التطوير اللي حدث في كره السله داخل النادي الاهلي شايفها ازاي، ومدى تاثيرها اصلا كمان على مستوى اللعب خلال الفتره اللي جايه؟ اولا يعني فعلا النادي الاهلي واضح ان 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 في اهتمام جامد جدا في العاب الصالات، وخصوصا يمكن كره السله، يعني احنا ما تعودناش ان يكون خمس بطولات في موسم يكسبهم النادي الاهلي. ده الكلام ده ما بيجيش من فراغ، يعني ما ولا تقدر انه بيجي من فراغ، ولا تقدر تقول اصل هو حظ، لا، ده في شغل بيبدا من مجلس الاداره، من الاجهزه الفنيه، من اللاعبين. الموضوع ما تقدرش تقول ان هو حد هو صاحب الفضل فيه، لا، دي مجموعه. فده واضح ان ده شغل، في ترتيب، ناس فهمة، في دراسة، الكلام ده ان هو يوصل ان يكسب الخمس بطولات، فدي حاجة طبعا يعني يشكر فعلا عليها من بداية مجلس الإدارة. واضح ان في مجهود، فالكلام ده مش هيجي من فراغ، والدليل ان يمكن انا بلاش اتكلم على فرقه زي ما احنا شايفين قدامنا، ويمكن لحظات وصول اللاعبين قدامنا، كابتن عمرو الجندي وزوجته، ويعني لحظات كده، وهتشوفوا معظم اللاعبين ان شاء الله هيكونوا معانا على شاشه قناه الاهلي بعد الاستوديو التحليلي، وهيكونوا مع الكابتن اسلام الشاطر. مفاجاه نسعد بيها كل جمهور النادي الاهلي، وزي ما قلت لكم بالتاكيد اداره القناه هنا بتحاول تقدم افضل ما يعني افضل ما لديها، صورة مباريات، أحداث رياضية، كل النجوم واللاعبين والمسؤولين يكونوا من خلال شاشة قناة الأهلي فقط وحصريا لكل جمهور النادي الأهلي في كل مكان. كابتن ميش معلش أنا قاطعتك، بس يعني زي ما أنت شفت الحدث بيفرض نفسه أكيد. لا طبعا أكيد حدث مهم، وتاني بنكرر ألف مبروك للنادي الأهلي، فعلا يستاهل المكسب. يمكن عشان كده بقول لك ان اللي بيحصل النهارده ده مش جاي من فراغ ولا جاي حظ، فعلا مجهود مبذول، الناس اللي موجوده فعلا
او المنظومه اللي موجوده كلها تستاهل، تستاهل المكسب، تستاهل. يمكن انا بقول الكلام ده مش على يمكن فريق كره السله بس، يمكن شفنا يمكن النهارده وانا موجود معاكم جاي من اسكندريه وشايف بطوله الفولي وبطوله الباسكت، فده كلام اكيد مدروس، يعني الكلام ده مش جاي كده من فراغ. الف مبروك النادي الاهلي، يستاهل. وبرده عايز اوجه حاجه لجمهور نادي الاتحاد ولاعيبه نادي الاتحاد. نادي الاتحاد نادي كبير، نادي بطولات طبعا، صاحب بطولات، يمكن من اكبر البطولات اللي موجوده، فهارد لك. وده ما يقللش خالص من إطلاقاً. فريق بل بالعكس، احنا لازم نعيد حساباتنا، لازم نقف تاني، ولازم اللعيبه ومجلس الاداره نشوف ايه الاخطاء اللي عندنا. ياما نادي الاتحاد كسب بطولات وخسر بطولات، فده وضع طبيعي، بس لازم يراجع نفسه ونشوف فين الخطا، ودي تبقى نوع دفعه او بدايه قويه ان شاء الله لنادي الاتحاد السكندري. طيب كابتن عماد، طبعا مجهود رائع من اداره النادي الاهلي، كابتن الخطيب وكل اعضاء مجلس الاداره، فعلا زي ما كابتن ميشو بيقول اهتمام في كل الالعاب. كان زمان الاهلي كره قدم والالعاب الطايره واليد والسله يمكن كانت متاخره شويه. الاهتمام بالباسكت ده هيعود على منتخب مصر بصفه خاصه. الانديه المنافسه نادي الاتحاد اكيد هيهتم، مش هيقبل بان هو يفضل. الزمالك، الجزيره، كل الانديه دي هتهتم، فدي هتثري كره السله. نتمنى عوده الجماهير للمدرجات، جمهور الاهلي من حقه كان يحتفل بالفريق ده جوه الملعب، جمهور الاتحاد من حقه يبقى متواجد جوه الملعب وكده، وده هيضيف اكتر. لكن برجع برضو ابارك للنادي الاهلي، واستمر النادي الاهلي في الدعم الكبير اللي بيحصل لكره السله، ده اكيد حاجه كويسه لفريق كره السله في النادي الاهلي وللعبه كره السله بصفه عامه. بصفه عامه كابتن طاهر، طبعا انتصار مهم جدا، ونفس الفكره اللي بنتكلم فيها برضه اسمع وجهه نظرك، وكنت اتمنى النهارده يكون في جمهور، لان هتبقى الفرحه فرحتين، لكن الكل من خلال متابعته لشاشه قناه الاهلي اكنه كان موجود النهارده في قلب الحدث. هو طبعا احنا سعداء جدا طبعا بصفه انتمائنا للنادي الاهلي، وانا احب اشكر مجلس اداره النادي الاهلي بقياده الكابتن محمود الخطيب، وذلك لدعم كرة السلة خلال الثلاث سنين اللي فاتت، دعم قوي جدا، بدليل ان اقوى صفقات تمت خلال السنتين او الثلاثة اللي فاتوا هي صفقات النادي الاهلي. عمرو الجندي، عمر طارق، مهيب، إيهاب امين، كل الصفقات دي تمت طبعا، واللي وراءها المجلس ادارة قوي يقدر يحقق الصفقات دي مع النادي الاهلي. فبالتالي طبعا احنا بنشكر بعد كده اهو، طبعا قدر يجيب لهم مدرب او كوتش، هيد كوتش، راجل على مستوى عالي لا ينكر بتاعه. وبرضك بحب اشكر كمان الكابتن احمد الجرحي والكابتن رامي الدياصي وكابتن طارق الغنام بصفته كمان مدير اداري، وهو كان راجل ليه باع في كرة السلة كلعيب، ومعهم برضك اذكر الاداري برضك من الجنود المرجوه الدكتور وليد الخراط، برضك من الناس اللي اشتغلوا والجهاز الطبي والجهاز الفني والجهاز الطبي وجهاز كل من ساهم، كل من ساهم، محمد جاد، دكتور محمد جاد، ونادر خزام، علاء لطفي، محمد عيسى، حامد الكاس، يعني بنشكرهم كلهم. لا وليد الخراط كمان، دكتور وليد اداري محترم يعني، واللي ورا كمان مؤسسة النادي الاهلي دي الاعلام، قناة الاهلي بتدعم وليها دور قوي جدا في اظهار الشغل اللي بيتم في النادي الاهلي ومدى نجاحه. انا في لقطة قدامي على الشاشة احمد مهيب، في دموع، يعني اللعيبة يعني هي طبعا دموع الفرحة. إيهاب امين، لا ولا رقم 14 احمد مهيب كمان، مهيب مهيب يعني، لا لا اكتر من لاعب، دموع الفرحه دي مش وهم طبعا العنصر الاساسي، اللعيبه دول العنصر الاساسي، اذا وجدت الروح والتالف وايد واحده والحاجات دي كلها هتفرق. بس المباراه الفاصله كمان تختلف عن المباراه العاديه، المباراه الفاصله دي تعتبر بطوله. اتفضل يا كابتن سلام.
بس انا كنت عايز اكمل النقطه بتاعت الكابتن طاهر اللي احنا بنشكر فعلا القائمين على قناه الاهلي، كل الناس القائمه على النادي، انها اتاحت فرصه للناس انها تشاهد المباريات والعاب الصالات بالذات. وانا وكابتن طاهر كان لنا شرف يعني ان احنا متواجدين في بيتنا يعني، وحللنا اكتر من مباراه، واعتقد ان السنه الموسم الجاي ان شاء الله يبقى الالعاب الصالات على خريطه كل مباراه داخليه وخارجيه ان شاء الله تتذاع، فدي حاجه تفرح الجمهور، وبعدين بتخلي الناس عارفه السله ازاي، قوانينها، عارفه الطايره ازاي يعني. فاحنا بنشكرهم مره ثانيه. احنا لو بصينا على السوشيال ميديا النهارده من اول الساعه 5 لغايه الساعه 12 وهو منتصف الليل، 7 ساعات السوشيال ميديا كلها يمكن رقم 1 ترند، الكل بيتكلم على العاب الصالات النهارده. مفيش اي كلام على اي حاجه تانية الا العاب الصالات، وده ده ده دور ايجابي، ربنا كرمنا الحمد لله. وربنا بقى كرمنا يعني كلل المجهودات دي كلها بالبطولات. انا عايز اذكر قائمه رجال السله في النادي الاهلي، وعايز اقول قائمه الشرف للنجوم اللي النهارده حققوا رقم قياسي 5 بطولات في هذا الموسم: عمرو علاء زهران، عمر عزب، إيهاب أمين، عمرو الجندي، مروان سرحان، سيف سمير، إبراهيم الجمال، مودي الجرحي، أحمد مهيب، مايكل تومسون، عبد الله ناصر، وعمر طارق. النهارده أعتقد ما كانش فيه أي غيابات يا كابتن، صح؟ لا لا لا، كل موجود، ما فيش اصابات يمكن حتى يمكن في الفرقتين. في كمان مؤمن طارق خيري برضك، مؤمن طارق خيري من اللعيبه الكويسه اللي احنا بننتظر او احنا يعني من منتظرين ليه مستقبل. والمعداوي برضك دول من ناشئين النادي الاهلي، محمود وليد، وده يذكر برضك لكابتن اوجستي ان هو في ماتشات كتير وماتشات مع الاتحاد أكيد. وفي ثلث الفرقه صغيرين تحت 19 او تحت 20 سنه، تلت الفرقه 4 مينيمم في ماتشات كتير، يعني في حوالي 5 من تحت السن بيلعبوا وبيلعبوا اساسي. بصوا يا جماعه لما تلاقوا الكلام على قطاع الناشئين والناشئات تحت والكابتن طاهر رجب بيتكلم، يعني تاخدوا الكلام ثقه، هو موجود في القطاع تحت وشايف المستقبل خلال الفتره اللي جايه ان شاء الله باذن الله. حابب اشكر قناه الاهلي بجد، الله يخليك يا كابتن، على يعني الاحترام الجميل اللي انا شفته، والضيوف انتوا في بيتكم على فكره بالزبط. يعني العلاقه بين الاهلي والاتحاد السكندري احنا الاثنين يعني واحد، كون ان يبقى في ضيوف من الفريق اللي بيلعب فاينل، دي حاجه تحسب لقناه النادي الاهلي، وده مش غريب على النادي الاهلي. وطبعا ان انا متواجد مع كباتن النادي الاهلي ومع حضرتك، فدي بشكركم جدا جدا على الاحترافيه صراحه، يعني احترافيه غير عاديه، بروفيشنال يعني فعلا. قناه النادي الاهلي كل قائمين عليها واللي شغالين فيها على يعني مستوى عالي من الاحترافيه. ما يربط نادي الاهلي ونادي الاتحاد السكندري على مستوى رؤساء الانديه وعلى مستوى اللعيبه من ايام زمان ومن على سواء منتخبات وكل حاجه، روابط وثيقه. فاحنا بنقول لنادي الاتحاد السكندري انت فريق محترم، فريق لك بطولات، لك صولات، لك جولات كبوه، وان شاء الله هتعدي. وانا انا واحد من الناس بقول اللي ما لعبش في اسكندريه ما لعبش باسكت يعني. صح. يعني فاحنا بنتمنى لهم كل التوفيق ان شاء الله، وبنتمنى لفرقتنا والنادينا ان يتحط على الخريطه الصحيحه ان شاء الله. في 2014 لما الاتحاد السكندري كان بيحتفل بالمئويه في استاد اسكندريه، ضربه البدايه لاحتفاليه المئويه في ملعب اسكندريه كان الكابتن محمود الخطيب بدعوه من اداره نادي الاتحاد السكندري. في علاقه بين كابتن محمد مصلح والكابتن محمود، بس دي يا ريت يعني يا ريت في حته كده، يمكن زي ما احنا اعضاء مجلس الاداره واحنا اللعيبه الموجوده سواء اللعيبه القدامى او اللعيبه الجديده، اتمنى ان الحاجات دي كمان محتاجينها الفتره دي، لان كانت واضحه قوي الفتره دي ما بين الجمهورين، يعني في بعض الجماهير مش كل الجماهير من بيبقى حماسها زايد شويه، مش عايزين بقى لان بيدخلوا في حاجات بيعملوا عمليه شحن، وهم مش عارفين العلاقه اللي ما بين الناديين، يعني علاقه نادي الاتحاد مع النادي الاهلي، فاحنا مش عايزين في حاجات كده ممكن بتدخل بتعمل مشاكل ملهاش اي قيمه. خلاص الاهلي مبروك عليه الدوري، النادي الاتحاد هارد لك، قبل كده كان الاتحاد بيكسب وكان الاهلي بيبارك للاتحاد، واللي جاي نفس الكلام، تبارك للاهلي تبارك للاتحاد. فاحنا عايزين ان الموضوع ما يتاخدش بقى بحاجات تبقى فيها عمليه شحن لسبب. انا بامانه كنت اتمنى ان الحاجه الحلوه او التورته اللي معموله والاستضافه القنوات النهارده، قناه الاهلي عامله حاجات بسم الله ما شاء الله، يعني حاجه جميله، كنا نتمنى ان الكلام ده يكمل جوه الملعب. الكلام ده معلش حته الجمهور فاقد
طعم حاجات كتيره جدا. انت النهارده تخيل ان الصاله دي مليانه بجمهور النادي الاهلي ومليانه بجمهور النادي الاتحاد. يا سلام على الجمال والمتعه. وليه؟ ما هو النهارده انا برضو يعني انا يعني هي رياضه بدون جمهور. معلش يا كابتن سلعاوي، في حته برضو انا لازم نكون فيها يعني نتكلم فيها، لازم اتحاد الباسكت يبقى في نوع من جراءة شوية. يعني النهاردة الكورة في جمهور، النهاردة في أغلبية الألعاب كلها فيها جمهور، فإحنا لازم عايزين دي متعة اللعبة. زي ما كان الكابتن صلاح بيقول لك إحنا كنا نروح يجي اسكندرية، دي قصة تانية، متعة تانية. فأتمنى إن يبقى صالة الاستاد، فأتمنى إن يكون في نوع من القرار. طبعا صالة الاسكندرية كان أي بطولة بتتعمل هناك، نهائيات أفريقيا ولا بتاع، تلاقي الجمهور ليه عايز تنجح اي بطوله جمهور. وديها اسكندريه. يعني تنجح بطوله وديها اسكندريه. لا عايز تكسب او عايز تكسب مع كل حاجه، يعني كل حاجه اسكندريه عشان الجمهور. بغض النظر حتى لو انت بتلعب، حتى لو بتلعب هنا في القاهره منتخب زي ما كابتن طارق النهارده، الجمهور ده دي الحاجه الحلوه اللي هتخلي يعني الطعم. فاتمنى ان اتحاد الباسكت يبقى ياخد قرار شويه جريء شويه ان شاء الله، بحيث ان يبدا يرجع جمهور سنه بسنه. مع الموسم الجديد اللي انا اعرفه ان هيبقى فيه تذكرتي وهتبقى فيها ليها نظام ان شاء الله. ان شاء الله يعني ان شاء الله. لكن في الاول والاخر في نقطه ايجابيه اتفضل يا كابتن عاليه جدا انا النهارده لاحظتها، ردود افعال لاعبي الاتحاد ولاعبي الاهلي ما كانش فيه ردود افعال تثير جماهير، تكمله لكلام كابتن ميشو. صحيح. فدي هل هي تعليمات او هي مسؤوليه من جوه اللاعبين سواء دي او دي؟ الاثنين حاجه ظاهره صحيه. ما شفتش لعيب بيحاول لما يجيب باسكت مثلا يروح للمنافس يستثيره بوشوش معينه. الفرقتين بصراحه كانوا بيحترموا بعض، واحنا الحاجات الايجابيه دي لازم نذكرها عشان تستمر، والحاجات السلبيه نمحيها ان شاء الله، لان لعبه الباسكت لعبه راقيه طول عمرها، لعبه راقيه. طيب عايز اعرف تعليقكم بقى على اللقطه اللي قدامي واللفته الطيبه، هي حصلت في لقاء السوبر الافريقي في قبل كده ما بين يعني الاهلي لما كان بيلعب في فريق كره القدم، النهارده بتتكرر في الباسكت. طبعا اللعيبه والجهاز الفني بالكامل بيدي الميداليه للكابتن محمود الخطيب. كابتن محمود الخطيب رئيس النادي وراجل اسطوره من اساطير مصر وافريقيا في كره القدم، ورمز من رموز الرياضه المصريه، ورمز من رموز الرياضه، واعتقد اهتمامه ونزوله ومذهبه الملعب وكل الحاجات دي كانت من العوامل المؤثره بالنسبه للفرقه. فرحه اللعيبه بوجوده لازم كان ده يبقى المردود للكابتن محمود الخطيب، على اساس ان هو على راس هذا المجلس اللي دعم العاب الصالات كلها، وخاصه انا شايف ان هي في الباسكت كمان كان الدعم قوي جدا. طيب المستوى اللجنه اللي عملها كمان، لجنه انتقاء المواهب اللي هو كانت من مجلس الاداره بالنسبه في الالعاب، يعني احنا برضو المجلس من اهتمامه بالالعاب الصالات في لجنه انتقاء المواهب في الباسكت والفولي والهاندبول، وتشرف الكابتن طاهر وانا وكابتن شريف علي في الباسكت، الدكتور فوزي فضالي وكابتن واللواء ابراهيم سيد في الهاندبول، الكابتن نور عطيه والكابتن محمود فرج في الفولي بول. دي برضو نقطه ايجابيه ادت الى اكتشاف بعض المواهب في السن الصغير بدل ما انت بتشتري باسعار عاليه في السن الكبير. اكيد. طيب باكد برضو يمكن المفاجاه اللي نوهنا عليها منذ لحظات وشفنا طبعا وصول عدد من اللعيبه هنا لاستوديو قناه الاهلي، يمكن زي ما انتم شايفين على الشاشه اهو استقبال نجوم النادي الاهلي ابطال الدوري، ابطال دوري السوبر رجال السله، وصلوا حاليا اهو يمكن الى مقر استوديوهات قناه الاهلي في مدينه الانتاج الاعلامي، وبعد الاستوديو التحليلي مباشره هيكونوا ضيوف مع الكابتن اسلام الشاطر، والفرحه بقى تبقى على الهواء مباشره بوجود ابطال وابطال دوري السوبر رجال السله، بالتاكيد اللي هيكونوا موجودين في استوديو قناه الاهلي مع الكابتن اسلام الشاطر، والحديث بقى هيكون يعني مهم جدا في جميع التفاصيل، الفوز بالخماسيه، اعاده درع هذا درع السله للنادي الاهلي بعد غياب حوالي اخر 5 6 سنين، المنافسه في الفتره اللي جايه على البطولات الافريقيه، لما لا يكون عندك نفس الطموح وتكون موجود في كاس العالم للانديه. زي ما انتم شايفين طبعا النجوم كلهم موجودين النهارده معانا، وهتبقى يعني حلقه ممتعه باذن الله مع الكابتن اسلام الشاطر عقب الاستوديو التحليلي مباشره، وزي ما انتم شايفين مفاجات، ايهاب امين وعدد من اللاعبين هيكونوا موجودين النهارده، واللقاء خدوا بالكم مش هيبقى لقاء رياضي فقط، ده لقاء رياضي واجتماعي، مهم جدا كمان نعرف الجانب الاخر من حياه لاعب كره السله، ازاي بيقدر
يظهر بالشكل ده والمستوى ده، دور الأسرة، الزوجة، البيت، كل دي تفاصيل بالتأكيد هتتابعوها فقط وحصريا على شاشة قناة الأهلي، وهتبقى السهرة النهاردة ممتعة وللصبح بقى الناس كلها تقعد وتتابع هذه الحلقة مع الكابتن إسلام الشاطر. في الختام أنا بشكركم جميعا. احنا بنشكرك إعلام متميز يعني. الله يخليك كابتن سلام. شاكرين يعني يا كابتن محمد جدا وسعداء بوجودك يعني، واحنا أنا أسعد. أنا أسعد. احنا أسعد كمان بنجوم نادي الاتحاد السكندري في العصر الذهبي، كابتن عماد الدرايق وكابتن ميشو طبعا دولت يعني. لما بحسن حظ ان انا معاهم النهارده كان البطوله يعني جميله بوجودهم صراحه صحيح. يعني الف مبروك. انتوا اللي حلتوها وروحهم رياضيه جدا يعني. ده احنا اللي بنشكركم بجد ان احنا متواجدين معاكم هنا في قناه النادي الاهلي، وشكرا على الاستضافه بتاعتكم وحسن الاستقبال وحسن المعامله اللي احنا شفناها. وبكرر تاني الف 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 مليون مبروك. الله يبارك فيك. وانا سعيد جدا ان انا كنت متواجد معاك النهارده. انا اسعد جدا. وكنت سعيد ان انا خلال المباريات البيست اوف فايف ان انا موجود مع الكابتن سلعاوي وكابتن طاهر من الناس الرموز بتاعه لعب كره السله في مصر والنادي الاهلي، وانا بشكركم جدا ان انا كنت متواجد معاكم. شكرا جزيلا كابتن محمد سلعاوي. شكرا جزيلا ليك والف مبروك. شكرا شكرا ربنا يخليك. الله. كابتن طاهر رجب الف مبروك وشكرا جزيلا ليك. شكرا جزيلا ليك كابتن ميشو. هارد لك وكل التوفيق لكم في الفتره اللي جايه، ونورتنا وشرفتونا. ربنا يخليك. كابتن عماد محمود ده نورتنا وشرفتنا. شكرا. وهارد لك وبالتوفيق يا رب في اللي جاي باذن الله. شكرا. الف شكر. الف شكر لحضرتك. الى هنا نصل لختام الاستوديو التحليل الخاص بنهائي دوري السوبر ما بين الاهلي والاتحاد السكندري، واللي بالتاكيد شهد تتويج فريق السله رجال داخل النادي الاهلي ببطوله قويه وعظيمه ومهمه جدا، اللي هي كانت مهمه جدا تعود لدولاب بطولات النادي الاهلي بعد الفوز في اللقاء الخامس النهارده بنتيجه بقى 3 مباريات مقابل مباراتين، والفوز النهارده للنادي الاهلي بدوري السوبر. شكرا لحضراتكم، وما تروحوش في اي حته، لسه التغطيه مستمره، وضيوف بالتاكيد رجال وابطال للسله بالتاكيد رجال اللي فازوا بالدرع السنه دي وبهذا اليوم هيكونوا مع الكابتن اسلام الشاطر، وكمان هيكون في كلام على بطوله افريقيا وفوز النادي الاهلي ببطوله افريقيا للكره الطايره، ومن ايام قليله كان في الفوز ببطوله افريقيا لكره اليد او بطوله السوبر، وان شاء الله كل الكلام ده يكون التتويج في ختام هذا الشهر ببطوله افريقيا لكره القدم ودوري ابطال افريقيا، عشان يكون تتويج موسم رائع جدا لمجلس الاداره والاجهزه الفنيه واللاعبين وجمهور النادي الاهلي العظيم اللي بالتاكيد رقم واحد في اي نجاح بيحصل داخل القلعه الحمراء. شكرا لحضراتكم والف الف الف مبروك، ودايما في انتصارات وسعاده داخل النادي الاهلي. انتم جايين بعدينا، احنا نهب الجبال، اسال يا ابني علينا. الاهلي سيد القاره واتقال واحد فيها بطوله يمين بطوله شمال، كله على السكه وشغال، الضربه القاضي هتتشال، الاهلي معلم اجيال، مفيش تعب بيأثر فينا، احنا تاريخنا بيحكي علينا، الجماهير ملايين حوالينا بتشجعنا وبتقوينا.
الاهلي في دم اللي يحبه عادل زي الروح هو الجسم الكوره هيبقى اسمها اهلي لو كنا نسميها باسم في حبنا للأهلي إنه في نفسنا لو تلقى